صباح النور مشاهدينا، صباح التفاؤل والأمل. تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح أمامنا أفاقا واسعة في الحياة. صباح النور هبة وطوني. صباح النور وعد. صباح النور هبة، أسماءكم كلها خير. شكرا. وما دام مشاهدينا في قلوبنا أمل ووعد وهبة، تبقى أحلامنا وإيماننا بغد أفضل، وكلنا أمل أن تمضوا برفقة برنامجنا صباح النور أمتع الأوقات وأفضلها. نعم توني، لقاؤنا يتجدد كل صباح بموضوعات جديدة ومنوعة معكم مشاهدينا. فماذا في جعبتنا لليوم الأربعاء 27 من ديسمبر؟ نتابع معا. البداية من الأردن مع محمية الأزرق للطيور المهاجرة. أنواع نباتات الصبار وكيفية العناية بها في أرض وماء. من الدوحة الوقاية والعلاج من مرض الربو لدى الأطفال في فقرة صحتك. ما لا تعرفه عن أغرب السجون في العالم. وفي قضايا تحية للمناضلة من أجل الحرية عهد التميمي من رام الله. كيفية الوقاية من الأمراض النفسية في فقرة استشارة. أما أشهى الأطباق فيحضرها لنا الشيف فؤاد في ولا أشهى. ما فينا نقول إلا ولا أشهى مع الشيف فؤاد. صباح النور شيف فؤاد. صباح النور توني. شو عندنا اليوم؟ اليوم رح نحضر سباجيتي أو زبدك المعكرونة مع صدف البحر على الطريقة الإسبانية. طبق هيك مميز وفيه ثمار البحر أكيد. وكمان رح نحضر قالب العسملية بالمقانق اللي هي طريقة جديدة لتقديم المقانق، وكمان طبق كتير مميز. دايما مطبخك عالمي، بتسقفنا وبترمينا. هيدا رأينا وبدنا أراء مشاهدينا بأطباق الشيف فؤاد وبكافة فقرات صباح النور. ما عليكم مشاهدينا إلى التواصل معنا عبر زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر الآن أسفل الشاشة. أما آخر الأخبار على الساحتين العربية والعالمية فمع الزميلة رويدة بعيد ومع الخبر. صباح النور وعاد توني وهبة. صباح النور مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قال معارضون إن الجيش السوري وحلفائه من الميليشيات المدعومة من إيران وجهوا لمسلحين محاصرين في منطقة استراتيجية عند التقاء الحدود الإسرائيلية واللبنانية مع سوريا إنذارا نهائيا للاستسلام أو مواجهة هزيمة عسكرية مؤكدة. ويكثف الجيش السوري وميليشيات تابعة له هجوما ضاريا ضد مسلحين من المعارضة في جيب عند سفح جبل الشيخ بالقرب من الحدود الإسرائيلية واللبنانية. إلى ذلك قالت قوات النظام السوري إن المعارضة أسقطت طائرة عسكرية في محافظة حماة شمال البلاد مما أسفر عن مقتل لقائدها. اقترحت مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية المؤلفة منها ومن إثيوبيا والسودان التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان حسب ما قالت وزارة الخارجية المصرية. وطرح الاقتراح خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث التقى نظيره الإثيوبي. وتتخوف مصر من أن يؤدي إنشاء السد إلى تقليص حصتها من مياه النيل عموما وخلال فترة ملء خزان السد وبدء تشغيله على وجه الخصوص. وتقول مصر التي تعتمد على النيل كمصدر لكل مياهها تقريبا إن الاتفاقات التاريخية تمنحها 87% من تدفقات مياه النهر، كما تمنحها الحق في ضرورة أن تأخذ أي من دول المنبع موافقتها على أي مشروعات على النيل. قال الكرملين إن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا قبل الطرفان ذلك. وتدعو موسكو الطرفين منذ وقت طويل لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر الذي تثيره برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المستمرة رغم قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي منذ سنوات. ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف يوم الاثنين واشنطن وبيونغ يانغ لبدء مفاوضات قائلا إن روسيا
مستعدة لتسهيل مثل هذه المحادثة. وفي مكالمة هاتفية أمس قال لافراف لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن خطاب واشنطن العدائي وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة يزيدان التوتر في شبه الجزيرة الكورية وإن هذا غير مقبول. رشح مئات المشاهير والرياضيين والساسة الروس الرئيس فلاديمير بوتين لفترة رئاسية جديدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الكرملين أنه يريد التحقيق مع الزعيم المعارض أليكسي نافالني لدعوته إلى مقاطعة الانتخابات. دعوة نافالني جاءت بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الروسية أنه غير مؤهل للترشح للانتخابات. هذا وقالت خدمة العمل الأوروبي الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان أن قرار السلطات الروسية منع القيادي المعارض أليكسي نافالني من خوض انتخابات الرئاسة المقبلة يثير تساؤلات حول التصويت والعملية الانتخابية. ذهب الليبريون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية يأملون أن تبدأ أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ أكثر من 7 عقود رغم ما يشوبها من اتهامات بالتزوير. ويتنافس نجم كرة القدم العالمي السابق جورج ويا مع جوزيف بواكاي نائب الرئيس الحالية في جولة ثانية من الانتخابات، وتعهد كلاهما بالتخلص من إرث الفقر والفساد في بلد معظم مواطنيه ليس لهم موارد يعول عليها من الكهرباء ومياه الشرب النظيفة. ولم ترد تقارير عن أعمال عنف مع مضي التصويت قدما في العاصمة مونروفيا. وقال موظفو انتخابات لرويترز إن المؤشرات الأولى تفيد بتراجع نسبة الإقبال عن الجولة الأولى. والخبر الأخير من الصين والجهود المبذولة لمكافحة مرض المدينة الكبيرة. وحددت وسائل الإعلام الحكومية بأن مرض المدينة الكبيرة ينشأ عندما تبتلي المدن الضخمة بالتلوث البيئي والازدحام المروري ونقص الخدمات العامة بما في ذلك الحدائق وأماكن الترفيه والتعليم والرعاية الطبية، فينعكس ذلك أمراضا نفسية وعصبية وتوترا على السكان. وقالت الحكومة الصينية إن مدينة شنغهاي المركز المالي في الصين ستعمل على أن يقتصر عدد سكانها على 25 مليون نسمة بحلول 2035 في إطار السعي للتعامل مع مرض المدينة الكبيرة. وأضافت بحلول عام 2035 سيتم التحكم في عدد سكان شنغهاي عند نحو 25 مليون، ولن تتجاوز المساحة الإجمالية للأراضي المتاحة للتعمير 3200 كيلومتر مربع. يعني رويدة، تكفي الإشارة إلى أن 5 ملايين سيارة يوميا تنفث الغبار والسموم في بكين يوميا. بتعرف قريت مؤخرا كمان هيك تقرير لبي بي سي العالمية عنوانته عندما يطغى النمو على جودة الحياة، النمو الاقتصادي. يعني الصين متفاخرة بالنمو الاقتصادي ولكن على حساب إنسانها. هو لك شغله كمان توني، مع يعني تاكيد طبعا على هاي المعلومات اللي عم تثبتها دراسات علميه، ولكن ايضا هناك نقطه مهمه ويمكن بنغفل اوقات نضوي عليها قد ما بنضوي على الامور السلبيه، انه الانجازات الكبيره اللي حققناها وحققها الانسان على هذا الكوكب كمان بتستحق الكثير من خصوصا الصين طبعا. ولكن الانسان هو الاساس. يعني صح. مثلا رح اعطيك مثل انه من فتره قصيره تم إعادة أو إطلاق صاروخ معاد تدويره إلى الفضاء. يعني مع النمو الاقتصادي والنمو التكنولوجي ويعني التنمية بكافة المجالات بالحياة، عم بيصير أيضا كمان وعي على قصة أنه الحد من مخاطر الإنجازات اللي عم بيكون فيها الإنسان عليها. واليوم الوعي على المرض، مرض التلوث اللي ذكرتيه، إن شاء الله يكون مؤشر خير. إن شاء الله. تفضلي إلى عناوين الصحف. إلى عناوين الصحف مشاهدينا، التي نبدأها بالقدس العربي والتي عنونت هنية خطط أمريكية تسمي أبو ديس عاصمة للفلسطينيين بدلا من القدس، وواشنطن تعاقب الأمم المتحدة بتخفيض مساعداتها 285 مليون دولار. جسر إلى صحيفة الشرق القطرية التي اهتمت بجولة أمير قطر الإفريقية وأهميتها الاقتصادية، وقالت جولة صاحب السمو بغرب إفريقيا تعزز العلاقات التجارية، رئيس غرفة قطر للشرق هذا الذي يقوله. إلى صحيفة الوطن التي عنونت الرئيس اليمني القضاء على المشروع الإيراني حتمي.
إلى صحيفة الصباح الجديد العراقية التي عنونت عن التطورات الميدانية وقالت: عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش من ديالى إلى حدود بغداد. إلى صحيفة الجمهورية اللبنانية: الاشتباك الأعنف بين رئاستين. ونختم مع الشروق التونسية التي تناولت أزمة اجتماعية داخلية وقالت: السرقة تكتسح المنازل، تستهدف ليلا ونهارا الأحياء الراقية والشعبية. وإلى عناوين صحيفة العرب الجديد: المعارضة السورية تتحد ضد السوتشي، مضافات انتخابية للعشائر العراقية. أما في عنوان سورة الغلاف: غزة 2017 الحصار يتمدد. وفي زاوية الحدث: مشاريع قوانين تنهي حل الدولتين في الكنيسة اليوم. وأخيرا كاريكاتير العرب الجديد بعنوان: المرأة التونسية خط أحمر، للفنان عماد حجاج. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، والآن عودة إلى الزملاء. شكرا جزيلا لك يا رويدة، ونلقاك طبعا على رأس الساعة للمحطة السياسية الثانية. ننتقل إلى موضوع على علاقة بالبيئة. أيضاً تقع محمية الأزرق في الأردن في الصحراء الشرقية، حيث تغطيها البرك والمستنقعات والنباتات المائية. توفر المحمية الحماية للطيور التي تعيش أو تنتقل قربها، ويقدر عدد الطيور التي تمر منها بحوالي 1,000,000 طائر سنويا. تحتوي أيضا هذه المحمية على مسار دائري خشبي يلتف حول البرك المائية لرؤية الطيور عن طريق نوافذ زجاجية. نتابع هذا التقرير عن محمية الأزرق في الأردن. الأزرق المائية هي أحد المحميات الطبيعية ضمن الشبكة الوطنية للمحميات اللي تأسست من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. النوع الوحيد الفقاري المستوطن في هاي الواحة اللي ما بيعيش بأي بيئة ثانية إلا في منطقة الأزرق، واللي هو السمك السرحاني. بالإضافة إنه محمية الأزرق هي محطة هامة جدا على مسار هجرة الطيور من أوروبا إلى أفريقيا وبالعكس، واللي بتستقطب أعداد مهمة جدا خلال فترتي الهجرة ما بين الربيع وفترة الخريف. الأزرق المائية قامت بإعادة تأهيل واحة الأزرق بعد جفافها تماما في مطلع التسعينيات بمشروع إعادة تأهيل الواحة اللي استمر لمدة 4 أعوام ابتداء من عام 1994 لغاية 1998. نجحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال طبعا إعادة تأهيل المسطحات اللي كانت موجودة قديما، واللي هو المحافظة على هذا الإرث الطبيعي. الآن محمية الأزرق بتشكل 10% من اللي كانت موجودة عليه في السابق. بتيح فرصة كبيرة لزوارنا لمشاهدة التنوع الحيوي اللي فيها، المسطحات المائية، إعادة التأهيل، أيضا مراقبة الطيور المهاجرة، بالإضافة إنه في يوجد نزل الأزرق البيئي بيقدم خدمات الطعام والشراب والمبيت لزوارنا ولزوار محمية الشومري.
يعني إلى جانب التلوث الذي تحدثت عنه، هناك محميات طبيعية يتم المحافظة عليها. في أحلى من المي؟ أكيد لا. في طيور. في طيور بيلفوا على بعضهم، حتى بيقولوا عن محمية الأزرق هي واحد استراحة للطيور والناس المسافرين. أكيد. لأنه الرايح على الصحراء بيقطع بيشوف شوية مي. وأنا رح أخذكم على محل كمان المفروض أنه مش صحراء كله أخضر، حيث تستهوي الزراعة عدد كبير من الأشخاص، ويفضل معظمنا النباتات التي لا تتطلب جهدا وعناية كبيرين، ومنها نباتات الصبار. لنعرف أكثر نستقبل منسق الأزهار شادي عرابي في أرض وماء. يعني للوهلة الأولى هيك بس تطلعت ما كنت عارفة إنه هي كمان من أنواع الصبار. صباح النور. كيفك تمام؟ الحمد لله. خبرنا كم نوع في للصبار وأي الأنواع اللي أكثر شهرة في وطننا العربي؟ صحيح. هلأ من الكاكتوس اللي هو الاسم الأجنبي الآلة الصبار العربي. نعم. في منا أنا اليوم جبت تقريبا شيء 4 أنواع. نعم. اللي هي أول نبتة اسمها سوكيولنت. هيدي نبتة كمان نوع من الصبار. نعم. كمان هيدي بتحفظ بتجال بقلبها. هاي اللي كنت أنا بدي أسألك عنها، لأنه إحنا هيك المتعارف عليه إنه هاي دايما اللي بيقصوها هيك مرات وقت الجرح. في أنواع تانية اللي هي الألوفيرا. كمان بتعطي هي نوع من الصبار الألوفيرا. صح. كمان سوكيولنت كمان بتعطي نوع من الجل. إجمالا أنا نبات الصبار 3/4 تقريبا بيعطي مواد البشرة، بيعطي مواد طبية كمان. نعم. كمان جبنا نبتة اسمها سانسيفيريا. هلا كتير درجة بوطننا العربي لأنه كمان عم نلون. هاي ملونة صح؟ اللي فوق. صحيح. مش بيجي منها كمان عدة ألوان. بس أنت هيك حاطت فوقها طبقة. هي المميز بنبتة الصبار إنه هي نبتة المسامات تعولتها مسكرين كتير. نعم. يعني إذا بتلاحظ كل العرق تعوله مسكر ما. نعم. بياخد كتير هواء. حتى بالصبار المزهر اللي بيكون فيه شوك كمان. نعم. بيكون مسكر ما بياخد كتير هواء. أكتر. نعم. شيء بيمتص الهواء هو من التراب تعوله. أه. كمان عنا صبار تاني اللي هو منه مزهر. نعم. يعني نحن إذا ملاحظ عنا 2 أنواع صبار، واحد مزهر واحد مش مزهر. نعم. الأربع أنواع من الصبار اللي جبتهم اليوم هن. نعم. داخلي شتل داخلي، وممكن إذا بدنا نزرعهم خارج البيت نزرعهم بمكان شوي بعيد عن المي اللي بيوسع عليه مباشرة. يعني. نعم. إذا ما نزرعهم بمحل يوسع عليه شمس ما في مشكلة. أه. مثل ما بنعرف إنه الصبار بيعيش بالصحراء كمان. نعم. يعني بعيش حتى ممكن إنه داخلي وخارجي. أكيد. إنه إذا كان داخل المنازل أو خارج. أكيد المنازل. ما في مشكلة لأنه. نعم. هو الصبار بطبيعته. نعم. بياخد الغذاء من حاله. يعني إذا. أه. إذا بنعرف إنه مثلا نبتة صبار بتعيش بالصحراء بتتعرض لعدة أشهر لشمس حارقة. نعم. بنشوف إنه حتى المي هو بياخدها من حاله لأنه بيكون هو مغذي حاله بقلب القطعة تعود. نعم. هي مثل السوكيولنت. نعم. بقلبه في جل أو في بقلبه بدل رطب. أه. سو بياخد كل الغذاء من حاله. نعم. بيرجع بيدور هالغذاء على طول. بس كان عندي السؤال إنه هاي أنت حاطت عليها طبقة، هاي أكيد مهمة. أكيد طبقة. مش إنه بس مشوشة رش يعني. لا لا. طبقة هي نوع من ال إذا بدك مثل القماش يعني. القماش أو. نعم. البينتينج إذا بدك. وبحطوا لها ألوان تانية ممكن. أكيد في منها أحمر، في منها. نعم. موف، في منها أبيض. وما بتعيق نموها؟ هني بالمجمل نبات صبار هو فيه نبات بدل تقريبا مش كتير كبير. نعم. يعني بيجي حجمه صغير. نموه كتير بطيء لأنه مش نحنا مش عم نسقيك اليوم لحتى يصير عنا نمو بسرعة. نعم. كبير للنبات. نعم. طيب شادي خبرني كيف بنقدر نعتني فيها لتكون دايما يعني بشكل حلو. هلا النبات بالمجمل كلياته بده اعتناء، بس في انواع من النبات بده اعتناء اقل من الثانية. نعم. هلا كصبار بما انه هو ما كتير بحاجه لمي سو بيكون الاعتناء تعوله اقل. يعني مثل ما نقول دائما نحن بنحب نجيب نبته نحطها بالبيت ما نهتم فيها كتير لانه ما عندنا وقت. أه. الصبار هو من هالنباتات اللي هو ما بده كتير اهتمام. نعم. وفينا نقول انه مثلا بالشهر مره بحاجة لمي. نعم. أو كل 20 يوم أو كل 25 يوم بحاجة لمي. نعم. ودائما نحن بس بدنا نقيس التراب لحتى نشوف إذا هو بحاجة لمي ولا لا، دائما بدنا نمسك النبتة ونشوف التراب تعوله قديه بيكون ناشف. نعم. وقديه بيكون رطب. أه. كل ما كان النبتة يعني. صحيح. كل. نعم. ما كان النبات هو رطب كل ما هو ما بحاجة لمي لأنه
بعده عم ياخذ الغذاء الكامل منه. طب شادي انا فهمت من كلامك انه اذا حتى بتسقيها كثير ممكن انه يضر فيها النبات. اكيد طبعا، هو كل شيء بزياده عن المي للنبات ممكن يعمل للشرش نوع من العفونه. نعم. او بتصير النبته بالقاع تعولها كثير طري ممكن ينكسر العرق. نعم. فهو في له معدل للنبات لنسقيهم، كل نبته بحاجه لمي بكميه معينه. هلا بما انه الصبار هو من النبات الصحراوي، نحن دائما بنسميه صحراوي، بيكون المي له درجه اقل. نعم. يعني بحاجه لمي بكميات قليله. طيب يعني كنت عم تحكي قد ايه هي بتكبر هالنبته، لاي مدى بنقدر انه هيك نشوف انه هالنبته ممكن انه ننقلها من يعني من محتوى لها او من فاز صغير لفاز اكبر؟ أكيد. نعم. هو عباره النبات بالمجمل كلياته هو فيه روتس شروش. كل ما نحن كبرنا البوت الوعاء تعوله او زرعناها بالارض كل ما كبر عنا الشرش، كل ما كبر الشرش كل ما كبرت النبته. نعم. هلا كل يعني اذا بدك هيدي النبته نحن حطينا ببو صغير، اذا بدنا نكبرها فينا ننقلها على بو اكبر. نعم. الشرش بصير يمتد بالبو بالتراب، ساعتها بتعطي حجم اكبر. بس ما في اي مؤشر بيقول لي انه هي كبر الشرش وبحاجه ل تنتقل على هلا هو أكبر. هو نحن بدنا نشوف انه بدنا اياها كبيره ولا صغيره للنبته. نعم. اذا بدنا اياها دائما صغيره للنبته بدنا نخليها ببو صغير. نعم. بدنا دائما نحافظ على حجمها. نعم. يعني ما نخليها تكبر. واذا نحن بحاجه لنكبر النبات فبدنا نقله على بو اكبر. نعم. يعني هاي احنا بنتحكم فيها اكيد. هلا مثل ما شايفه بالصوره وراكي في. نعم. نبات مزروع ببويات كبيره عاطي حجم اكبر، وفي. نعم. بويات بنبات ببويات صغيره عاطي حجم اصغر. نعم نعم. طيب خبرني انه قد ايه بتقدر انه تتعرض للشمس، خاصة أنواع الصبار اللي معمولة لتكون بس بالبيت جوا، يعني أحسن أنها تكون معرضة. أنت قلت أنه نبات صحراوي بس لأنه صارت الأنواع كتيرة ويمكن مهجنة، فما بعرف قد ايه ممكن أنه تتعرض دائما للشمس أو لازم تضل جوا البيت ما تكون بشكل مباشر على الشمس. هلأ هو نحن إجمالا الصبار نحن منفضل إذا بدك تحط شيء بالبيت أو. نعم. بمكتب يكون منه فيه شوك حتى. أه. لما يأذي للولاد ولا يأذي الأشخاص. نعم. لأنه كل ما بتدقريا كل ما بتعوري حالك. بس مثلا هاي كتير شوك هالمفروض أنه مأذي. مأذي ولا طري؟ لا مأذي. هلأ لأنه إذا بتمسكيها ممكن. أه. يفوتوا بإيديك الشوك. نعم. هلأ بالصحراء هو اللي بيكونوا مخبأ لكتير من الحيوانات. أه. عشان ما حدا يجي يهجم عليهم بيتخبوا فيه. نعم. بس بالبيوت اجمالا بنروح لاشياء شوي ما فيها شوك كرمال ما ناذي. نعم. الايدين. وبالنسبه للتعرض للشمس هلا الشمس هو كل نبات بالمجمل بحاجه لشمس لياخذ كمان الغذاء، نحن النبات بناخذ من المي ومن التراب ومن الشمس. نعم. هول ثلاث عوامل على طول بيعطونا غذاء للنبات. أه. هلا بما انه الصبار هو نبات صحراوي بحاجه لشمس اكثر. نعم. فينا نحن اذا بدنا نطلعها كل يوم لبرا او فينا نحطها بس بدنا نسقيها كل 15 او 20 يوم. نعم. بنحطها برا نهار كامل وبنسقيها بنكون عرضناها للشمس واعطيناها الغذاء الكامل. نعم. لها. شادي هيك لما بنتخيل انه هالنبته دائما موجوده بالصحراء انه بتكون التربه رمليه. صح. عم شوف هون انه انت مش حاطط يعني تربه رمليه او التراب. انه هي بتتقبل اي أكيد. نوع اكيد ما انت التراب اللي عم تحطيها فيها. نعم. هلا هو تراب غذائي. اها. ما ليش نحن عم نحطها بالبيت او عم نقلل الاهتمام فيها لانه. هو تراب غذائي، هذا التراب ممكن يعطيها الغذاء الكامل كل الوقت. نعم. وبيحافظ على لونه اكثر. أه. يعني هلا التراب اللي فيه فيتامينز. أه. اللي فيه فيتامينات كامله هو اللي بيعطي الغذاء اكثر للنبته، بيحافظ على لونه، ممكن تشوف فيها خضره اكثر. نعم. من انه تشوف فيها بالشمس على طول ممكن تلاقيها على صفار اكثر. طيب غير موضوع انه نسقيها بمي كثير، شو الاشياء الثانيه اللي ممكن انها تضر نبته الصبار؟ هلا النبات هو بالمجمل اذا انت سقيتيه كثير ممكن تاذيه. نعم. واذا تعرض لشمس حارقه اللي هو مثلا مباشره عليها او شوفاج مباشره عليها او اي سي مباشره عليها ممكن ياذيها. نعم. يعني كل شيء بيزيد عن المعدل اللي هو بحاجه له ممكن ياذيه. نعم. يعني شكرا كثير على هالمعلومات منسق الازهار شادي عرابي، وان شاء الله اكيد رح تكون لنا هيك يعني استضافه لك مره ثانيه. والان مشاهدينا دعونا ننتقل الى فاصل قصير، نواصل بعده باقي فقرات صباح النور، لا تذهبوا بعيدا. صباح النور مجددا مشاهدينا، صباح النور مجددا وعلا. صباح النور توني.
بدي اقول لك سلامتك من اي مرض وسلامه اولادك ايضا. شكرا، الله يسلمك دايما. نحن بصباح النور مننور مشاهدينا حول كل الامراض وسبل الوقايه والعلاج منها. اليوم سنتحدث عن مرض الربو لدى الاطفال. هو من اكثر الامراض الشائعه لدى الاطفال. صحيح. يصيب الجهاز التنفسي. سنتحدث عن كيفيه الوقايه والعلاج منه ومع البروفيسور إبراهيم الجناحي، وهو رئيس قسم أمراض الأطفال الصدرية بمركز السدرة للطب والبحوث، ويطل علينا من الدوحة العاصمة القطرية. أهلا بك بروفيسور إبراهيم. حياكم الله. يا الله محمد. بداية لو سمحت، إذا ما أردنا أن نعدد الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالربو وكيف يمكن تفاديها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الربو عند الأطفال عادة يكون في شيء من الاستعداد الوراثي، يكون في استعداد وراثي لأمراض الحساسية وأمراض الصدر، أمراض الربو في الأطفال، ويضاف عليه عوامل بيئية وعوامل محيطة في بيئة الطفل. وعادة يكون اللي يثير أزمات الربو تكون عادة التهابات الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي. الحقيقة يعني الالتهابات الفيروسية اللي تجي في وقت الشتاء هذه طبعا تجي كثير من الأطفال وكثير حتى البالغين. في الأطفال ممكن تؤدي شيء من يعني الزكام ورشح وهكذا، لكن في جزء من الأطفال يدخل نسميه يدخل في الصدر أو ينزل على الصدر، وفي هالحالة هذه تعطي أعراض مشابهة لأعراض الربو من أزيز وضيق في التنفس، بعض الأحيان سعال يعني مستمر. لكن ما كل ما هو يؤدي إلى الأزيز أو يؤدي إلى السعال الحاد هذا هو ربو، لا يعني الكلام هذا. لكن اللي عنده استعداد للربو، الطفل اللي عنده استعداد وراثي للربو، ممكن يكون هذا بداية أعراض ربو عنده. نعم. إذن سؤالك عن أسباب الربو، عادة يكون في استعداد وراثي ويكون في عوامل بيئية تتحد مع الاستعداد الوراثي هذا وتظهر أعراض الربو على الطفل. نعم. بروفيسور، تحدثت عن أعراض يعني تتشابه بمعظمها مع أعراض الزكام العادي، كيف يتم تشخيص الربو بشكل أكيد؟ نعم، هو عادة طبعا هناك بعض الفروقات بين الربو عند الأطفال والربو عند البالغين. الربو عند البالغين يمكن تشخيصه أسهل، لأن البالغ ممكن يعني تعمل عليه شوية فحوصات وظائف رئة وغير ذلك. في الأطفال يعني في عندنا عمر معين كذا، عمر بين الثلاث سنوات إلى الست سنوات، هذا الأطفال يعني صعب أنك تعمل معهم يعني فحوصات عملية لوظائف الرئة. لكن تشخيصها يكون معتمد على التاريخ المرضي، عدد المرات اللي تجي لها الأزمات هذه، واستجابته لموسعات الشعب الهوائية مثل الفنتولين ولا الألبيوترول. في بعض البخاخات اللي موسعات الشعب الهوائية إذا أخذها الطفل هذا واستفاد منها، يعني قلت الأعراض من الأزيز وضيقة التنفس والسعال الناشف وغير ذلك، استجابت لهذه البخاخات. وهذا الأمر صار فيه تكرار، أنه يتكرر عليه أزمات الربو ويتكرر عليه الاستجابة مع وجود استعداد وراثي، يعني مثلا عامل وراثي موجود، حد في الأسرة، وعادة يكون من طرف الأم أكثر من طرف الأب. لكن إذا كان في حد من الأسرة من أخوانه من أخواته من أولاد عمة أولاد خالة عندهم شيء مشابه للكلام هذا، نقول والله هذا أكثر الظن أن هذا ربو. من يعني من الضروري أن الواحد يعني يذكر قضية أن الربو في الأطفال هناك جزء كبير منهم 60-70-80% من هؤلاء اللي يعني الأطفال اللي يبدأ معهم أعراض الربو في الطفولة المبكرة قبل عمر السنة، 70-80% منهم يعني يتخلصون من هذه الأعراض بعد فترة سنة سنتين أو ثلاثة. اللي نسميه outgrows their symptom، يعني يكبر الطفل وخلاص هذه الأعراض تروح. نعم، نعم. يعني كأن في الحالات اللي تستمر الأعراض أكثر من عمر ثلاثة. نعم، أنا أريد أن أسألك عن الدرجات في الربو، يعني كأن الربو درجات، متى يفترض على الأهل أن يوجهوا الطفل مباشرة إلى الطبيب أو المستشفى؟
نعم طبعا بلا شك ان الربو درجات. انا كنت اتكلم عن التشخيص، والتشخيص مش بالسهوله انك انت شخص يحتاج اخصائي صدر اطفال عشان يشخص الامر بشكل دقيق، لكن احنا نعالج بشكل يعني نعالج ونشوف كيف يصير مع الطفل بعد فتره، ونخفف في حاجه اسمها ستيب داون وستيب اب، تخفف او تزيد على حسب حاجه الطفل. الدرجات الربو، هناك درجات، اربع درجات رئيسيه للربو بشكل عام، اللي هو الربو الخفيف المتقطع، الربو الخفيف المستمر، الربو المتوسط المستمر، او الربو الشديد المستمر. هذه درجات الربو. وهناك درجات لحدة أزمة الربو، حدة خفيفة، حدة متوسطة، حدة شديدة، حدة يعني واصل لمرحلة إلى قريب لفشل الرئوي. هذه يعني في تصنيف لحدة الأزمة، وفي تصنيف لحد للربو نفسه، لمرض الربو نفسه عند هذا الطفل. والحدة طبعا حدة الأزمة نفسها تحدد وين يودون الطفل، هل تعالجه في البيت ببخاخات، أم توديه لمركز طوارئ أطفال قريب منك، أو منك أنت تنتظر إلى موعدها القادم مع طبيبه المعالج حسب حدته. إذا مثلا إذا صار في الطفل عنده أزمة حادة وشديدة الحدة، يعني نفسه سريع، ضيق في التنفس، الطفل مش قادر يتكلم بسبب ضيقة التنفس، هذا لازم يروح للطوارئ مباشرة. الطفل مجرد عنده شوية أزيز، شوية سعال، ممكن هذا الطفل هذا اذا كان شخص يعني خلاص اوريدي مشخص انه عنده ربو، وعنده صارت شويه يعني اعراض ربو بسبب مثلا جاله زكام ونزل في صدره شوي، صار عنده شويه كحه ولا يعني سعال، وصار عنده شويه ضيقه بسيطه، ممكن يعالج في البيت ببخاخات اللي عاده يكون يعني نعطيها للاطفال ان يستخدمونها في البيت. اما اذا زادت عن هذه المرحله، ومن الاشياء احنا نراقبها كم مره يحتاج ياخذ بخاخات موسعات الشعب الهوائيه، كل كم ساعه، هل يحتاج مثلا كل ساعة ساعتين، هذا معناته يحتاج يروح الطوارئ، هل والله ما احتاج الا بعد كل ست ساعات ولا كل ثمان ساعات رجع عندها الاعراض، نعم. هذا نقول والله ممكن يعالج في البيت. اذا نعم. كان الازمة حادة وشديدة يحتاج يعطى كورتيزونات، وهذا عادة نعطيهم في الطوارئ او في العيادات، وعادة نعطيهم كورس بين 3 إلى 5 إلى 7 أيام على حسب يعني حدة المرض، ولا حسب يعني نسبة الضيقة اللي موجودة. نعم بروفيسور، يعني وإلى أي مدى ممكن حالات أو نوبات الربو في حال تم إهمالها أو عدم معالجتها بالشكل اللازم، إلى أي مدى ممكن أن تؤدي إلى مضاعفات يعني إلى يعني على مدى الحياة؟ والربو الحاد ممكن يؤدي إلى الوفاة، يعني هذا شيء يعني للأسف الناس ما تنتبه له بالأخص في الأطفال. الأزمة الربوية الحادة، الضيق الشديد الحاد، قد يؤدي إلى توقف التنفس، قد يؤدي إلى الوفاة، هذا في الحالات الشديدة. والحالات الخفيفة اللي عندها شيء من الربو لكن لا يعالج، وما قاعد يعالجه بشكل صحيح، هذا ممكن يؤدي إلى أعراض مزمنة، ويؤدي إلى يعني آثار سلبية على نمو الطفل وعلى التحصيل العلمي في المدرسة بسبب كثرة الغيابات في المدرسة بسبب ضيقة التنفس أو أعراض الربو اللي يكون عنده. قد يصير الطفل أيضا يعني اجتماعيا يبدأ شوي شوي ينعزل، لأنه مش قادر مثلا كل ما راح لعب مع الأطفال في الكرة مثلا، ولا راح السباحة، ولا مش قادر، مش لأن نفسه يكون يعني مضايقة، عندها ضيقة مزمنة وتعود عليها، فيصير يبدا شوي شوي الطفل هذا يبدا ينعزل اجتماعيا في نعم. المدرسه او في المجتمع اللي هو عايش فيه. وهذا طبعا الاثار الامهات يعني يمكن ما يلاحظونه، بعض الاحيان يجونا في العيادات يقول والله الطفل هذا يعني خلاص تعود على الموضوع هذا، كله يلعب مثلا في البيت، يقعد قدام الالعاب الالكترونيه ويلعب فيها فقط، وكل ما راح برا والله من كثر السعال اللي يجي له ولا الضيقه اللي تجي له ما يقدر يلعب كره برا، فخلاص هو يلعب داخل يتعود. فهذا الشيء له اثار سلبيه على نمو الطفل وعلى ذهنية الطفل وعلى تطور الطفل وتطور مهارات الطفل. هذا طبعا نتكلم عن الأزمة أو الربو المتوسط والخفيف. لما في الأزمة أو الربو الشديد قد يؤدي إلى صعوبة في النوم، صعوبة في التحصيل، كثرة غيابات، ضيقات في التنفس، أعراض ليلية، يعني تأخر في كثير من الأمور بسبب أن الطفل هذا طول الوقت عنده مشاكل في التنفس ومش قادر يعالجها. بروفيسور للأسف
في معظم دولنا العربية الطقس الجاف ويعني الطقس الذي فيه العديد من عواصف الغبار هو يعني يعتبر محيط غير آمن لهؤلاء الأطفال المصابين بالربو. يعني ما هي أبرز النصائح التي تعطيها للأهل المتواجدون في هكذا بيئة؟ طبعا هو من احد مثيرات ازمات الربو الغبار واللي يجي مع الغبار، لكن في الاطفال الاكثر اثاره لمساله الربو، مساله ازمات الربو، هي الالتهابات الفيروسيه، الزكام وهالشغلات هذه. ارجع يعني ملاحظتك، وهي ملاحظه يعني دقيقه وجيده، ان احنا مناطقنا تجي فيها يعني عواصف ترابيه في الصيف، تجي لنا يعني عوالق مع هذه العواصف الترابيه، فلذلك طبعا ممكن تثير ازمات ربو في الكبار وفي الاطفال. طبعا انا انصح لما يكون في عاصفه يعني ترابيه وهذه تتكرر عندنا مثلا في شهر 7 وشهر 8 عندنا في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام، أنصح أن هؤلاء الأطفال يكونون داخل البيوت اللي إذا ممكن يعني داخل المباني، أو إذا اضطر أنه يطلع برا يكون يلبس كمامات أو يبتعد عن يعني الفترة اللي يكون فيها العوالق الترابية شديدة جدا، يبتعد عن الخروج في الهواء الطلق. والأهم من هذا، الأهم من هذا، أهم طبعا هذا مهم، أهم من هذا المحافظة على البخاخات الوقائية والعلاجات المنتظمة والمتابعات المنتظمة مع أطباء الصدر. طيب سؤالنا الأخير، إلى أين وصلتم في وسائل العلاج؟ نعرف أن قطر متقدمة جدا في المجال الطبي، ما أبرز وآخر وسائل التقنية في علاج الربو؟ الحمد لله، طبعا يعني الابحاث في مساله الربو في الاطفال كثيره جدا بالالاف، واحنا عندنا في قطر عندنا مجموعه جيده من الابحاث اللي احنا شغالين عليها في مسائل التشخيص الدقيق والتشخيص الادق، وكذلك مساله محاوله ربط العلاجات، افضل العلاجات بالنسبه لاطفال معينين على حسب يعني حده الربو عندهم وحسب شده الربو عندهم. فكل العلاجات اللي يعني الحديثة الموجودة في أي مكان في الغرب أو الشرق موجودة عندنا الحمد لله، والعلاجات الجديدة اللي يتم يعني اكتشافها أو صناعتها أيضا احنا في قطر أيضا نشارك في هذه الأبحاث. نعم نعم. يعني البروفيسور إبراهيم الجناحي رئيس قسم أمراض الصدر لدى الأطفال بمركز السدرة للطب والبحوث، كنت معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا جزيلا لمشاركتك القيمة. العفو. يعني بيقولوا الوقاية قنطار علاج. صح، ومن الوقاية هو التعرض للهواء النقي. طبعا. وهناك رياضات تعزز هذا الأمر، أبرزها الدراجات الهوائية. اسمع معها دراجات الهوائية. تعرفي أنا مرة اختبرت بالفعل أنها دراجات هوائية لأني طرت من على متن الدراجة بالهواء. إيه حوالي مترين. واو. ظليت على قيد الحياة بواسطة القطاع طبعا الخوذة. أحمد الصويري شاب رياضي كان حلمه الوحيد أن يصبح بطلا في رياضة التحدي على الدراجات الهوائية إكس جيمز. وبعد نجاحه في هذه الرياضة على المستويين الوطني والعربي، أطلق مؤخرا مشروعه الخاص لتدريب وتعليم هذه الرياضة في الدار البيضاء، فبات أحمد اليوم مدربا وطنيا يستقطب نشاطه الشباب من مختلف الشرائح الاجتماعية، ويحاول عبرهم تعميم هذه الرياضة وتوسيع أفقها في المغرب. نتعرف عليه وعلى رياضته في هذا التقرير. هي رياضة جديدة عندنا هنا في المملكة ديالنا المغربية، رياضة البي ام اكس، تسمات البي ام اكس، الاسم ديالها هي بايسيكل موتوكروس، حيت اسمها طويل وصغروها. كيفاش تنشأت هذه الرياضة؟ تنشأت حيت كانوا في واحد الوقت كانوا الأغنياء كيلعبوا بلي موتوكروس، وكانت واحد الطبقة اللي هي فقيرة ما عندهمش باش ياخذوا ديك الموتوكروس، كانوا غالي عليهم واخترعوا رياضة البي ام اكس. كيامنوا لان الرياضه بصفه عامه هي لعبه جماعيه، واخا هي كتجذب مثل الدراجات هي فرديه، ولكن كتبقى دائما هذيك ديناميك مجموعه، المجموعه كيكون من المجموعات كيحاولوا يكون الاطفال بيناتهم كيتقاسموا عده الصعوبات والتحديات.
بهذيك المجهودات ديالنا استطعنا اننا نلتحقوا بالجامعه، استطعتنا الجامعه انها تسبق بالدرجات، انني نكون مدرب داخل الجامعه وندرب الوليدات الصغار كما كتشوفوا معنا باش نشجعوهم، علاش لا ما نعاونوهمش يكونوا في واحد المستوى اللي هو عالي باش نشاركوا ان شاء الله بهم في الدول العالميه. الرسالة ديالي من هاد الرياضة هادي هو الشباب يمارسوا الرياضة ويبتعدوا على الأشياء اللي هي مضرة للصحة. هاد الرياضة عندنا إقبال كبير ما بين الشباب فئات العمرية من تقريبا من 6 سنين حتى 25 سنة، عندنا اقبال وكل شيء الشباب كيتجهوا لهذه الرياضه حيت فيها القوه، فيها المرونه، فيها الفرجه، فيها المتعه، فيها الاثاره. علاش الشباب كيبغيو يلتحقوا بهذه الرياضات اللي هي رياضه التحدي وبالاخص رياضه البينات؟ يعني وعد حلو انه توعى حكومتنا على اهميه هالرياضات البيئية اولا طبعا، وعلى الاقل ربما يعني تخصيص اماكن وشوارع خاصه للدرجات الهوائيه تكون امنه على غرار البلدان الاوروبيه والامريكيه. ولكن من احد ميزات هذه الرياضات يلي ما كثير منتبه لها، يعني ميزات غير مباشره، انه بتعود الولد انه يتواجد في الخارج في الهواء الطلق وبتقربه من الطبيعه. بتعرفي يعني مش ضروري حتى نتمثل بدول الغرب، حتى المغرب حد ذاتها يعني السنة الفائتة أطلقوا مشروع الخدمة الذاتية في قيادة الدراجات الهوائية في مراكش بمناسبة طبعا قمة المناخ هناك. يعني حلو نتمثل ببعضنا إذا كنا متقدمين ببعض جوانب الحياة. صحيح. ومنتمثل بالشيف فؤاد دايما بقدرته على الطبخ وتميزه، أين أصبحت وصفات الشيف فؤاد؟ دائما نقول ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. هلا عم بلش نحضر اول طبق اللي هو قالب المقانق بالعسمليه او قالب العسمليه بالمقانق هي ذاتها. هون الطبق بده يمشي على طريقتين، عندنا العسمليه اللي بنكون حاضرينها مقليه بهذا الشكل وبدنا نعمل الحشوه تاعيتها اللي هي انا حطيت شويه زيت زيتون على النار حميتهم مزبوط، عندي بصل جوانح رح اضيفهم عليهم. بلش وقت ضفت البصله بهيدي الطريقة قد ما أول طريقة الزيت حامي، هذا الشيء المطلوب كمان لحتى ناخد لدعة صغيرة من زيت الزيتون اللي هي حتعطي كمان نكهة مميزة بالطبق. دايما في أوقات أطباق بنشتغل بتقلية البصل بطريقة معينة، وفي أوقات بنحطها من قوي الزيت لحتى نحصل نكهة. هلا مثل ما شايفين عم بقلبهم شوي لحتى هيك يبلشوا يدبلوا، رح جيب معلقة لبلش حط البهارات والملح. رش صغيرة من الملح ورش صغيرة من البهار الأبيض وكمان بكمل تقليبهم. هلا هون أنا البصلة بهيدي المرحلة وصلت للاستوى اللي أنا بدي إياه، لأنه هون أنا بديها بس تتقلى نوعا ما، بعدين بدي خليها تنطبخ بالباقي المكونات. يوحى إلينا بالشرق شاف إنه العسملية بس مرتبطة بالأكل الحلو، صح منحبها. صح. بس مؤخرا كمان دقت العسملية بالدجاج. صحيح، صارت عم تفوت بالأطباق المالحة، لأن هي بالنهاية عبارة عن عجين مثل الأنواع أي نوع عجين باستا أو شيء صورتنا. هلا ضفت الفليفلة وكمان عم بقلبهم شوي شوي. كمان ممكن استبدال الفليفله الخضراء بالفليفله الحمراء او الصفراء او الفليفله الحاره، هذا الشيء بيرجع لنا اذا كنا بنحب. في فليفله كمان لون اضافي، هذيك مره تعرفنا عليها. صح، البنفسجي بنفسجي عم بيعطي كمان نكهه كثير طيبه. بقول لهم قبل بوقت للصبايا تيلبسوا تياب متناسقه مع الفليفله. هلا هون رح حمي طنجره ثانيه لحتى اضيف عليها المقانق، قليهم شوي لحالهم، بعدين بضيفهم على الخضره. كمان شوي من زيت الزيتون، ما كثير تكثر
لانه عاده المقانق فيها كميه من الدهن كمان بتكون فيها دهون فحيطلع الخواص منها لحالها. مثل ما شايفين المقانق انا سرق وقطعتهم كل حبه لاثنين صغرتهم والسبب لحتى تساعدني وقتها بدي اقطع القالب العسمليه يكون عم بقدر اقطع بطريقه سهله وما اتعذب بالتقطيع. هلا عم حط المقانق هون وطبعا مثل ما شايفين مشاهدينا الوصفه عم تمرق قدامكم على الشاشه. كيف عرفت انه وعد بتحب المقانق؟ ما هيك؟ لا بالعكس انا شفتك عم تعبري بس ما عرفت فك هالشيفره تبع التعبير. عن شو عم عبر؟ انا بحب المقانق. شاف فؤاد عارف عن شو عم عبر. يعني اليوم ما بنختلف المقانق. انا يعني باكل لك كل المقانق. بس ما تقلي ريحه حلوه روعه. هلا رح ضيف البهار الحلو والقرفه الناعمه. توني بتعرف تعملها هيدا؟ بتعرف تعملها كيف بقلب الغراض بالمقليه؟ لا ابدا بتعرف. بتعلم. لازم نجربها عشان نهار تعملنا فيها امتحان لكلنا. جربوها؟ يلا بنجربها ليش لا؟ اللي بيكب اقل شيء هو بيربح. هو اللي بيربح على اساس ما في حدا ما راح يكب ابدا. يعني هيدا كمان من يعني تقنيات فن الطبخ. صح مهارات. صح مهارات. وحتى طريقه تقليب هيدي الطريقه بالتقليب وقت نحن بنقلبهم هيدي الطريقه الانجح للطبخ صراحه. عاده الطريقه وقت نحرك بالمعلقه لانه اغلب الاشخاص انه ما كثير عندهم هيدا التكنيك تيعملوها بتعطيهم نتيجه كمان بس احنا بنفضل دائما بهذا الاسلوب لحتى تفوت الطعمات كلها ببعضها مظبوط. هون مثل ما شايفين المقانق بلشوا عم بياخذوا لون. هلا رح ضيف هون على الفليفله والبصل الفطر المقطع. هون انا مستعمل فطر مقطع معلب. عفوا ممكن استعمال الفطر الطازج كمان بس انا هون بدي احصل على طعمه الفطر المعلب لانه فيها طعمه مسلوق حتى مع شوي من الحمضيات. هاي النكهه اللي انا بدي احصل عليها هون. عارف شو بده شيف فؤاد؟ دائما في عندك الرؤيه. ايه طبعا قبل كل طبخه دائما بنفوت بالطبخه لكل ابعادها لحتى فعلا نحصل على النكهات والطعمات اللي بدنا اياهم. هلا هون قلبناه هون رح ضيف عليهم البندوره المفرومه ناعمه كمان. تقليب بسيط. هلا في عندي اخر شيء عندي البندوره الكرزيه كمان مقطعه، هيدي رح تعطينا شكل ثاني بقلب الطبق، بس البندوره المقطعه انا بدي اضيفها على المقانق لحتى يطلع الخواص منها ويتشرب مع المقانق اللي عم قليهم. شو هو الاقسم شيف فؤاد، المقانق او السجق؟ هلا هو عادة زيت اللحمة بتكون بس بتختلف البهارات، بس دائما المقانق عادة الأشخاص بحبوها تكون أكثر يعني بيكون فيها كمية دهن أعلى، هذا طبعا شيء اختياري، السبب لأنه المقانق البهارات اللي فيها منها كثير حادة مثل السجق، فالسجق تكون كثير حادة يفضل أنه تخفيف الدهون لأنه بتصير من الميلتين مزعجة. أنا ما ممكن أهضم السجق، يعني إذا أكلت السجق إن شاء الله صباحا للمساء ما بينهضم معي، مش معقول شو بحسه تقيل. عندك متكون يعني لو ما دمي خفيف مش ممكن اهضم السجق. هو تقيل وهذا دمي تقيل ما بيمشي الحال. هلا هون بهيدا المرحلة صار المقانق مستوي اخذ اللون اللي نحن بدنا اياه، رح ضيف عليهم عصير الحامض. بتركهم هيك تقريبا حوالي 3 دقائق او اقل دقيقتين حتى تياخذوا بعضهم مع الحوامض. هلا هون الخضره عندي صارت جاهزه مستويه بنفس الوقت بعد فيها قرشه واللون الاخضر تبعها بعده موجود. هلا حجيب بلش نسكبهم بالقالب. ضروري يكون فيها قرشه. يا وعد القرشه ضروري. بتعرفي هلا في ناس بيقولوا ماري كريسمس بهالفتره، بهالفتره في ناس بيقولوا ماري كريسمس، في ناس بيقولوا ماري كريسبي تشيكن او كريسبي ماني. هلا مثل ما شايفين انا حاطط هون طبقه من العسمليه رح بلش شيل الخضره.
حطهم عليها. بنفس الوقت بهمني يبقى الخواص اللي طلع منهم للخضرة، لهذا الشيء اللي حيعطيني إضافة على الطبق اللي هي حتصير العسملية من طبقة اللي من تحت بتكون خفت القرش فيها صارت مرطبة، والطبقة اللي على الوجه بتكون بتقرش. فنحن كنا عم نمزح شيف فؤاد، بس القرش ضرورية، لا بالفعل بتزيد الشهية. صح، وفي ناس كتير بيعلقوا هي الكلمة مضحكة بعض الشيء، بس في ناس كتير بيعلقوا على القرشة، أهمية القرشة حتى يعرفوا كأنه اللقمة طيبة إيه أما لا. صح صح، عادة نحن كتير منركز على الأشياء بالخضرة أو بالطبق، الأشياء عن جد وقتها بتكون شيء بالطبق بيقرش، هذا فعلا بيعطي أهمية أكبر للطبق وحتى بيعطيه نكهة مميزة. هوني كمان عندي المقانق صار مستوي وأخذ طعمة الحامون، رح بلش ضيفهم هون كمان مع الخواص تاعولهم. عم فكر كيف بدك تسكر الطبقة الثانية عليها. يا الطبقة الثانية طريقة تسكيرها كمان سهلة، ما بدها شيء لحتى عادة العسملية ما تلزق على اللحوم مباشرة، برجع بضيف طبقة صغيرة من الخضرة على الوجه، هذا الشيء اللي بخلي الخضرة بتكمش على اللحمة والخضرة كمان بتكمش على طبقة العجين الثانية. هلا حط هيدي الطبقة البسيطة، بلش ندهن شوي شوي على القالب كله. مثل ما شايفين هيك صرنا مجهزينها. هلا رح شيل ثاني طبقة من العسملية. بحس العسملية تركية بالأساس صح؟ يقال اسمها هيك بيوحي، بس موجودة جدا بشارع الاستقلال باسطنبول، ما بيبيعوا إلا عسملية. هلا حطيت هيدي الطبقة، بنرجع بنحط طبقة صغيرة من الخضرة على الوجه للتزيين، وبنفس الوقت بتساعدني على تماسك الطبق كله مع بعضه. هلا حطيناهم هيك بهذا الشكل، ممكن إضافة صغيرة للمقانق على الوجه لحتى تكون المكونات معروف شو في بقلب الطبق. وهيك أول طبق بيكون صار جاهز معنا. بهذا الوقت رح أرجع لعندكم توني ووعد، وأكيد انتظرونا بعد شوي بالطبق الثاني. أكيد شكرا لك شيف فؤاد. مشاهدينا فاصل قصير نتابع من بعده باقي فقراتنا، فانتظرونا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ننتقل مباشرة الى وقفتنا السياسية الثانية مع الزميلة رويدة ابو عيد وفقرة مع الخبر. شكرا لك هبة، أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا موجز لأهم الأنباء. معارضون يقولون إن الجيش السوري وحلفائه من الميليشيات المدعومة من إيران وجهوا لمسلحين محاصرين في منطقة استراتيجية عند التقاء الحدود الإسرائيلية واللبنانية مع سوريا إنذارا نهائيا للاستسلام أو مواجهة هزيمة عسكرية مؤكدة. مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية المؤلفة منها ومن إثيوبيا والسودان، والتي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان حسب ما قالت وزارة الخارجية المصرية. الاقتراح طرح خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث التقى نظيره الإثيوبي. الكرملين يقول إن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا قبل الطرفان ذلك، وتدعو موسكو الطرفين منذ وقت طويل لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر. مئات المشاهير والرياضيين والساسة الروس يرشحون الرئيس فلاديمير بوتين لفترة رئاسية جديدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الكرملين أنه يريد التحقيق مع الزعيم المعارض أليكسي نافالني لدعوته إلى مقاطعة الانتخابات.
نقاشنا اليوم سيتناول رفض أطياف واسعة من المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي المشاركة في مؤتمر سوتشي التي تدعو إليه موسكو أواخر الشهر الأول من العام المقبل. تعلل المعارضة رفضها بأن المؤتمر يهدف إلى تثبيت الرؤية الروسية الإيرانية للحل ببقاء بشار الأسد في السلطة ونصف مرجعية مؤتمر جنيف، بينما تحاول موسكو الحصول على غطاء دولي وأممي لمؤتمرها، ما الذي يعنيه انعقاد مؤتمر للحوار الوطني بلا المعارضة السورية، وما هي المسارات البديلة؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي سعد كيوان. صباح الخير أستاذ سعد. النور. يعني اليوم شخصيات سياسية كبرى، مؤتمر الرياض، كبرى الفصائل العسكرية رفضت الذهاب إلى مؤتمر سوتشي التي تدعو موسكو إلى انعقاده أواخر الشهر الأول من العام المقبل. برأيك أولا كيف تعلق على موقف المعارضة؟ ألا ليس باستطاعتها الذهاب مثلا وربما الانسحاب إذا لم يعجبها جدول الأعمال أو مسار المفاوضات؟ يعني هو ممكن هذا الأمر، ولكن يعني عمليا يعني لا يفيد في شيء، لأنه معروف شو برنامج، شو جدول أعمال مؤتمر سوتشي وشو هو أهدافه. بالتالي القول للمعارضة أنه أن تنسي كل مطالبك وعلى رأسها يعني على الأقل يعني المرحلة الانتقالية وتنحي بشار الأسد بيصبح يعني بلا أي جدوى يعني بلا أي طعم يعني. وبالتالي هذا أكثر من ذلك، هذا يعني القول يريد الروس أن يقول أنه لم يعد هناك من معارضة، انتهى الأمر، نحن انتصرنا في سوريا، وهذا الأمر الواقع على الأرض عسكريا وسياسيا، وثبتنا الأمور، ونحن نقوم يعني بتسويق حل سياسي. يعني اللي بدي أقوله أنه في هناك نوع من نشوة نصر يعني عند الروسي، عند بوتين نشوة نصر، ولكنه هذا النصر المزعوم هو حائر به، يعني محتار بشو بده يعمل فيه هذا النصر. هذا ما أود سؤالك عنه بالتحديد، يعني تتحدث اليوم عن نشوة نصر عند الروسي وبالتالي السوري، يذهب النظام اليوم المدعوم من ميليشيات إيرانية وبغطاء جوي روسي، حقق إنجازات كبيرة على الأرض، آخرها اليوم يحقق أيضا تقدما استراتيجيا في الغوطة الغربية، يذهب بكل هذه الأوراق إلى أي مؤتمر دولي، ومنه مؤتمر سوتشي، بينما المعارضة تذهب بلا أوراق ضغط، فكيف ستتعامل مع هذه الوضعية؟ صحيح، ولكن في هناك يعني مشهد سوريالي لحد ما، يعني أنه إذا كانت هذا المحور يعني روسيا إيران وتركيا إلى حد ما يعني هم المنتصرين والمنتصرون بهذه المعركة، فبالتالي هو أنه بنفس الوقت هن يعقدون هذا المؤتمر في سوتشي لقول ماذا، لفعل ماذا، يعني يعقدون مؤتمر يعني بين أنفسهم يعني مع بعضهم البعض. يعني كيف يمكن عقد مؤتمر يقرر مصير أو الحل السياسي المستقبلي في سوريا بين بدون معارضة، يعني فقط بين الأطراف اللي تعتبر نفسها انتصرت. إذا فيهم يعقدوا ليش هذا المؤتمر يعني يعقدوه بين بعضهم البعض. فأمر الآخر أنه عم بحكي، كنت عم بتكلم عن قصة يعني الحيرة، محتار بالنصر، نشوة النصر هذه بتخبر له الحيرة، واضح لأنه يا بوتين يعلم أن هذا الانتصار هو ليس انتصار كامل أو حقيقي، وهو بالتالي يعلم أنه سياسيا واستراتيجيا وأيضا على الأرض في هناك أمريكان في سوريا، يعني أنه كمان عم نتخبى وراء أصبعنا، في أمريكان وفي قوى أخرى على الأرض. بالتالي بوتين يعلم، لذلك هو مستعجل، أولا لأن لديه استحقاق داخلي في روسيا، انتخابات رئاسية بعد 3 أشهر تقريبا أو أكثر بقليل، بالتالي هو مستعجل لكي يسجل انتصارا يعني مهم في الداخل. يعني شفنا بالأمس هو منعه يعني المعارض الأساسي الخصم لبوتين من الترشح، بالتالي هو يبحث عن انتصار آخر جديد في الداخل يوظفه. هناك أيضا ضغوط اقتصادية كبيرة، هناك أيضا ضغوط استراتيجية، هناك أوكرانيا، هناك هناك يعني في يعني بمسار بوتين. طبعا هو لا شك كان يعني أظهر أنه هو بارع، لاعب بارع، وأنه هو يعني استراتيجي محنك، ولكنه بنفس الوقت في هناك أكرر في هناك نشوة نصر، لأنه يشعر بنفسه أنه القيصر الذي يلعب على كل الجبهات وعلى كل الطاولات، الآن يريد تدخل يعني أنه يتوسط أيضا بين كوريا والولايات المتحدة، كوريا الشمالية والولايات المتحدة، يريد أن يتوسط في كل الملفات، يعني يعيش نوع من
يعني إعادة إذا بدك حنين استرجاع للأمبراطورية الروسية إذا مش السوفيتية أيضا روسية زمن القيصر. لكن هذا على عملية على الأرض ليس متاحا. لا يمكن أن نتكلم عن النصر في سوريا ولم يعني النصر ماذا؟ ما هو بالأمس أيضا روسيا نفسها القيادة العسكرية تقول بالأمس أنه تم الانتصار أو دحر أو إنهاء أو تصفية 60,000 من أصل 70,000 داعشي. طيب 10,000 داعشي أين هم؟ وإذن يعني لا نستطيع إغفال إذا كان نأخذ أرقام من الروسية نفسها. نعم. وإذن لا نستطيع إغفال أيضا النفوذ الأمريكي من خلال المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وهي يعني مناطق كبيرة وشاسعة جدا. ما هذا كنت عم بقوله إنه في أمريكان في هناك الأمريكيين نفسهم اعترفوا رسميا إن هناك 2000 جندي أمريكي على الأرض السورية. بالتالي الأمريكي متخبط ضائع لا يعرف يعني كيف يعني يتعامل مع هذا ولكن بنفس الوقت هو حاضر هو ينتظر هو يعلم أن بوتين أن الروسي لا يمكن أن يقرر بمفرده وهذه مشكلة بوتين. بوتين هو طبعا حقق إنجازات كبرى على الأرض ولكنه بنفس الوقت يعلم كثير من اللاعبين يعلم هذا. أنه لا يمكن أن يقرر بنفسه الآن الحل السياسي لذلك هو مستعجل. هناك طبعا لاعبين كثر يعني على مع الأسف على الأرض السورية. أيضا هناك نقطة مهمة أستاذ سعد بخصوص الدور السعودي اليوم في الضغط على المعارضة السورية للقبول ببقاء بشار الأسد والذهاب إلى مؤتمر سوتشي. هذا ما نقرأه اليوم في الصحف من خلال تسريبات من هنا وهناك. أولا ما حقيقة هذا الأمر برأيك ولماذا قد تكون السعودية تريد دعم رؤية روسية وبالتالي إيرانية اليوم على الساحة السورية؟ طبعا هذا يعني هذا معطى ما بعرف ليش دقيق يعني يمكن جديد ومع ذلك يعني أعتبر أنه ممكن يعني للسعودية كدولة إقليمية في المنطقة أنه لها يعني حسابات مختلفة. ولكن أستاذ سعد يعني هي نقطة كأنه هناك قبول سعودي ليس في هذا الشهر يعني منذ الصيف صحيح الماضي صحيح صحيح. ونحن نسمع حتى في بعض التصريحات للمسؤولين السعوديين بعض التسريبات أنه كأنه هناك قبول سعودي اليوم بالحديث بنقطة بشار الأسد التي كانت مرفوضة رفضا قاطعا في البداية. هلا واضح انه بالنهايه حسابات الدول ومصالحها غير حسابات الشعوب. يعني المشكله بالنهايه انه الشعب السوري هو من يدفع الثمن يعني في النهايه ان كان من الاخصام الذين يخاصمونه على المعركه على الارض ويمنعونهم من تحقيق يعني حريتي واستقلالي وان كان ايضا من الحلفاء الذين لهم حساباتهم يعني حسب كل مرحله لانه اي حساب اي اخر اي علاقه لاي حساب دوله اقليميه او عربيه هي تاخذ بعين الاعتبار مجموعه اعتبارات امريكيه علاقات امريكان روسيه علاقات يعني مجمل الامور والحسابات تاخذها بعين الاعتبار ولا يمكن ان يكون اي طرف مهما كان قريبا او صديقا ان يكون فعلا هو يحل او يتبنى كل مطالب يعني هذا القضيه وهذا الشعب. لذلك مع ذلك اقول انه لا يمكن يعني تصفيه هذه القضيه بهذه ولكن الطريقه ولكن نقطه بشار الاسد بالتحديد وكانه لا نرى فقط قبول من بعض الدول العربيه ولكن ايضا قبول من بعض الدول الاوروبيه اليوم يعني هذه النقطه لم تعد اولويه عند كثيرين. لماذا برايك اليوم وهل فعلا المعارضه تتعنت كما يصفها البعض يعني الضغط على هذه النقطه بالتحديد وهذا هو السبب الذي يفشل كل مسارات الحل من جنيف الى استناوات واليوم في سوتشي. افشال مسارات الحل الموضوع اخر كنا عم نحاول نقوله يعني اللي عم نحكي يعني بالتعقيدات الدوليه والمصالح الكبرى. انما المعارضه هي المعارضه مشكلتها انه ليست تعنتها مشكله المعارضه انها مشرزمه انها غير واضحه الرؤيه انها ليس لها اراده واضحه فيما تريد وماذا تقول انها غير موحده. يعني في مجموعه عناصر بتخلي كانها توحدت الان وذهبت الى جنيف في الحد الادنى موحده ولكن ايضا ما تنسي انه في داخل هذه المعارضه الموحده في هناك احصنة طروادة في هناك منصه موسكو هناك منصه القاهره هناك منصه الرياض شو عارفني. بالتالي انه هذا بالشكل توحدنا لكن توحدنا على الاقل اوكي على هدف اساسي وهو يعني انه يعني المرحله الانتقاليه وبالتالي ضروره ان يرحل بشار الاسد. هذا هو الذي يعني اقض مضجع سواء الروس او غيرهم بهذا الموقف. بالتالي طبعا روسيا اليوم لا تريد اذا كانت تريد في المستقبل ويمكن انها تريد ولكن لا تريد اليوم ان تتخلى عن هذه الورقه ورقه بشار. اليوم هي تلعب كل اوراقها يعني اوراق القوه تبعها في الداخل الروسي وفي الخارج وعلى المستوى الاقليمي ومشان هيك مستعجله لتحقيق
تجسيد ما تعتبره انتصارا. لذلك هذا ورقة إلى ما بعد، لكن هون بيفتح يعني نفتح اللين، هون بيفتح زاوية مشكلة الروسي أيضا وعلاقته بالدور الأمريكي، إنه الروسي يعني لا يريد اليوم أيضا أن يفتح ورقة إيران يعني في بهذه المعركة وفي بعضها، بينما الأمريكاني يعني يبدو متراخيا أو يترك للروسي مجال تحرك على الأرض، ولكنه عينه على إيران. هو يريد هون بيت القصيد عند الأمريكاني. بيت القصيد هو أن تبدأ المعركة بتحجيم إيران. ومطلوب هذا مطلوب من الروسي، لكن الروسي لا يريد أن يلعب هذه الورقة اليوم، أن تختلط وتتقاطع الكثير من الأمور اليوم على الساحة السورية. أستاذ سعد كيوان، شكرا لك على حضورك وعلى كل المعلومات القيمة التي أفتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، والآن نعود إلى الزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح النور. شكرا لك يا رويدة ولضيفك الكريم أيضا. موضوعنا الآن شيق وغريب، ما هي أغرب السجون في العالم؟ يخبرنا زميل محمد غملوش في ما لا تعرفه. صباح النور. صباح النور. صباح النور. كيفك؟ تمام. دائما تحمل لنا أخبار هيك غريبة. أنا كمان اليوم بدي منكم بس نخلص الفقرة، أنه تقولوا أي أكثر سجن بديش الحبيتو يعني حبيتو تروحوا عليه، لا أكثر سجن هيك حسيتو غريب يعني فيه من الغرابة. نعم. خلينا نبدأ متشوقين. يلا. صباح النور مشاهدينا. العدل أساس الملك، لم يخطئ ابن خلدون عندما قال قوله الشهير هذا، فالسجن هو نهاية كل شائبة وجريمة وأخلال بقانون، إلا أن السجون تختلف من بلد لآخر. واليوم في فقرة ما لا تعرف عن سنستعرض بعضا من أغرب السجون حول العالم. سجن مركز العدالة في اليوبي بالنمسا، يعد هذا السجن من أكثر السجون فخامة في العالم، فإذا ما نظرت إلى المبنى الزجاجي المتلألئ من الخارج ظننت أنه فندق فخم، إلا أنه في الواقع سجن من سجون النمسا التي توفر خدمات 5 نجوم للسجناء. إلى سجن أرانغويز في إسبانيا، هو السجن الوحيد في العالم الذي يتضمن غرفا عائلية تسمح للسجين بقضاء وقت مع عائلته وتوفير شعور بالراحة المنزلية بغرف فيها صور لشخصيات كرتونية مختلفة، والهدف من هذا هو عدم تفرقة الأطفال عن آبائهم في سن صغيرة. على فكرة يعني لابد من التوقف هنا على هل هي أمر جيد أن تقوم الحكومة الإسبانية بإدراج فكرة الغرف العائلية في السجون برأيكم؟ أكيد أكيد أكيد. يعني مبدأ السجن هو لإعادة التأهيل، وطبعا الاقتصاص من شخص قام بجرم ما، ولكن عدم تدميره بالكامل، لأنه في نهاية المطاف هذا الشخص سوف يخرج من السجن، وإذا خرج بحقد وكان معذبا ومذلولا ما بتخيل انه بكون عملنا شيء مفيد للمجتمع. صحيح. تعزيز او يعني ايجاد السجين في وضع انساني هو خدمه له وللمجتمع. نعم، انا اضم ايضا صوتي لصوت وعد، انه سجن يعني موجود للتهذيب، موجود ل يعني الشخص يعرف وين غلطه ويحسن منه، مش انه يكون شخص يعني يشعر بالذنب طول حياته وشخص يعذب ويهان، يعني لانه بالاخر انه بده يطلع من السجن وبده يمارس كل شيء ينعمل معه بالسجن برا السجن. وشفنا يعني هاي امثله حتى من اللي مرقت، يعني اذا بنطلع على تنظيم داعش والتنظيمات يعني بعض التنظيمات الارهابيه الاخرى، هي كانت يعني اهم العناصر اللي موجودين فيها كانوا اصلا محبوسين وكانوا بسجون كثير تعذب الاشخاص. لربما هي كما قلنا انه كرمال الاطفال لا يبتعدوا عن الاهل بطبيعه الحال في عمر صغيره كذلك العمر. الى سجن سان بيدرو في بوليفيا، لن تصدق اذا ما زرت هذا السجن يوما عزيزي المشاهد انك في سجن منظم، اذ لا يحتوي هذا السجن على قطبان ولا بوابات حديديه، بل هو عباره عن محال تجاريه شبيهه بالاحياء السكنيه، والغريب ان عنابر السجناء يتم تاجيرها، والا سينام السجين على ارصفه السجن. إلى سجن سيبو في الفلبين، أو كما أسميته سجن الرقص، يتم تدريب السجناء في هذا المكان يوميا على الرقص الجماعي وعلى أنغام أغاني عالمية مختلفة كنوع من الترفيه والعلاج النفسي. يعني وهذا كذلك الأمر أمر جيد، يعني إدراج نشاطات معينة داخل السجن من أجل كحصة من العلاج النفسي كما في سجن سيبو في الفلبين. وعلى فكرة وضعت وصنعت أفلام عديدة عن هذا السجن، وثائقيات، لأنه من السجون التي أتقنت فن الرقص يعني.
نعم يعني جميل انه يتم ادراج اكيد نشاطات وتكون حتى غير يعني الرقص يعني كمان يكون السجين يتعلم بعض الحرف يعني وفي صحيح. بعض السجون بتعلم في سجون كثيره مثل ما قلت هبه بتعلم حرف صحيح طبعا الرقص اكيد له جانب ترفيهي ولكن طبعا. ابعد من ذلك الرقص هو فن تعبيري يعني الواحد بيعبر جسديا عن كثير مكنونات صح. و... يعني ما نستخف بموضوع الرقص صحيح إلى النرويج وتحديدا جزيرة باستوي والتي تعتبر موطنا للسجن الأكثر حفاظا على البيئة في العالم يقوم هذا السجن بتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية ويلتزم السجناء بإعادة تدوير كاملة للنفايات بالإضافة إلى ممارسة الرياضات المختلفة كالتنس وركوب الخيل إلى المكسيك وسجن كاراسكو على الرغم من أن مجتمع السجن هو مجتمع عنيف بطبعه لأنه يجمع المجرمين والقتل الأشد في المكسيك إلا أن إدارة هذا السجن وجدت حلا لمشكلة العنف داخله بطريقة مبتكرة للغاية وهي وضع قانون ينص على أن أي خلاف يحدث بين السجناء يتم حله في حلبة الملاكمة يعني لا امتصاص الغضب والمشاكل أي حدا بده يفش خلقه بيعلقه بحلبة مرتبة خبطوا بعض إنه بتكون بس خلصوا خلص الموضوع خلصنا وعلى فكرة نجحت الفكرة لأنه من عند بداية هذه الفكرة في السجن من حوالي 10 سنوات خفت نسبة العنف كثيرا في السجن يعني محمد يعني مش متفاجئة أنه تنجح لأنه طبعا هذه الأفكار اللي عم نشوفها منها هيك تجربة عبثية عم يكون في دراسات يعني معمقة للجوء إلى هكذا صحيح. أفكار ووسائل صح لعله السجن الأشهر في العالم هو سجن ألكاتراز في الولايات المتحدة الأمريكية هو السجن الذي اكتسب شهرة عالمية وكبيرة بعد فيلمي Escape from Alcatraz و The Rock الشهيرين سجنت فيه الشخصيات الأكثر خطورة وإجراما في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تم إغلاقه عام 72 من القرن الماضي بسبب تكاليف تشغيله الكبيرة بالإضافة إلى تكاليف التأمين ليصبح بعدها أحد أهم المعالم السياحية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يعني جميل جميل جدا ولكن بالمقابل بالولايات المتحدة الأمريكية وبنيويورك بالتحديد هناك أسوأ سجن بكل العالم صح فأنا يعني قرأت أيضا عن أسوأ السجون هناك سجن رايكرز آيلاند يعني. هذا السجن الذي يوجد فيه 10 زنزانات ويوجد في 10 زنزانات أكثر من 12,000 سجين ويعني شيء محزن للغاية يعني يقومون بتعذيبهم يقومون يعني للأسف إنه هذه الدول الكبيرة التي يعني تكون من أوائل الدول مع الإنسانية ومع حقوق الإنسان هي نفسها تمارس الإزدواجية أيضا ضد سجناء من نوع آخر يوضعون صحيح. بسجون سيئة حتى بفرنسا هناك أيضا من أسوأ يعني ثاني أسوأ سجن بالعالم وأيضا دول أخرى كفنزويلا لا الولايات المتحدة يعني فيها أكثر من سجن يعني وضع تحت مستوى التعامل السيء مع السجناء هي ليست مثلا يضرب بالسجون لربما أوروبا أكثر باتت أكثر حرفية وإنسانية بالتعامل مع السجناء خاصة النمسا وسويسرا نعم. أن النمسا كما ذكرنا يعني باتت السجون فيها تميل أكثر إلى نظام الفنادق أي أنه مكان يوضع فيه السجين ويتم إعادة التأهيل فيه ولكن ببيئة جيدة ونظيفة ولكن يعني ما بفتكر ولا أي شخص ممكن أنه يقايد حريته مقابل النزول في هكذا السجن فبالتالي يعني يبقى الاعتقال هو اقتصاص صحيح وكل ما كانت الظروف يعني إنسانية كلما كانت النتيجة من ورائها إنسانية وفعالة أكثر شكراً لك محمد وإن شاء الله يعني سيكون لنا وقفات أخرى معك في حلقات مقبلة مع ما لا تعرفه عن أكيد. والآن مشاهدينا إلى وصفات الشيف فؤاد في مطبخ صباح النور وولا أشحى صباح النور مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة هلأ بدنا نحضر الطبق الثاني اللي هو معكرونة بصدف البحر هيدا النوع من الأنواع هيدا النوع من الأطباق عفوا رح يكون على الطريقة الإسبانية يعني عم نعمل طريقة هيك سريعة بسيطة وبنفس الوقت حتحصلوا على نكهة مميزة بداية أنا هون كنت جبت السباجيتي أو المعكرونة الطويلة سلقتها لحتى حصلت عليها بهذا الشكل هلأ هون أنا بلش حطيت لها شوي من زيت الزيتون بدي أقليها
بس هيك تقليلة تسخن، لأنه بدي أرجع أحضر الصدف البحر مع باقي المكونات بالمقلة لنرجع نضيفهم على وجه الباستا، وأكيد بتتشرب الطعمة. هلأ أول شيء رح أضيف شوي من زيت الزيتون، وطبعا عندي الثوم الحصوص أنا مثل منهرسهم بالسكينة، ما مننعمهم ولا منفرمهم، بس منعملهم بهذا الشكل اللي نحصل عليهم بهذا الشكل، يعني تكون نعم مثل ما بنقول نحن بنكسر حصة الثوم يعني حتى تكون محافظة على خواصها. هي صح صح، بتحصل على نكهة خاصة وقتها بتتقلى مع زيت الزيتون، بتعطي نكهة كتير مميزة. إذا بتلاحظوا أنا عم بنزلهم مع زيت الزيتون هيك ليبلشوا ياخذوا طعمة، ثواني برجع بدي أضيف عليهم شوي من البصل الناعم، كمان بدي أقلبهم. هلا هون دغري رح ضيف رشة صغيرة من الملح لحتى أخلي البصل يفرط عن بعض وتبطل حبوب البصل معلقة ببعضها. كمان مثل ما شايفين المقادير عم يمرق قدامكم على الشاشة، فينا ممكن استعمال أي نوع من أنواع صدف البحر، يعني ممكن نستعمل، أنا هون مستعمل المول، في البالورت، في كتير أنواع بعد تستعمل مسلوق أو إنه هيك بيضل ناي. لا هلا هيدا ناي ناي نعم. وعادة هيدا بيجي طازج، يعني بيجي تقريبا يومين بالجمعة بيجوا منهم على لبنان. فبيجي معمول فاكيوم بعدين بيستعمل مثل ما نحن شايفين. هلا اول ما بضيفه على النار اذا بتلاحظوا اغلب الحبوب هي مسكره، رح تفتح بمجرد ما تنحط على النار رح تفتح. نعم شايف بالعاده بحطوا دائما البصل ليدبل شوي وبعدين بيرجعوا بحطوا الثوم، شفتك حطيت الثوم بعدين البصل. صح، انا هون اول شيء بدي خلي النكهه الاساسيه هي تكون عندي طعمه الثوم. نعم. البصل هي طعمة إضافية هون بهذا الطبق. فوقت ضفت حبة الثوم وعطيت هيدي الحرارة شوي البسيطة، الزيت الزيتون صار فيه طعمة الثوم بقلبه. نعم. بعدين شو ما ضفت مكونات حتبقى هيدي النكهة ظاهرة. هلأ عم نقلبهم، هلأ رح ضيف عليهم الصدف هلأ ما ملاحظين بلشت حبوب الصدف عم تتفتح، في حبوب عم تفتح كليا، في حبوب عم تبلش تتفتح. هلا رح ضيف عليهم رشه صغيره من البهار، بهار ثمار البحر. نعم. كمان صار موجود منه بالاسواق، وحتى اذا بحال ما انوجد ممكن استعمال بهار السمك كمان. نعم. بيعطي كمان نفس النكهه. اضافه صغيره برجع للملح، كمان رشه صغيره من الكاري، دائما بضيفوا الكاري بحس مع هاي الاكلات. صح صح، وخاصه هون الكاري مع الصدف بيعطي نكهه كثير طيبه كثير طيبه. والشيء الاساسي البهار الابيض اللي هو حيعطي اللذعه الحره بقلب الطبق. نعم. هلا قلبهم شوي. هلا هون بدي ارجع على الباستا اضيف شوي من البهارات اللي استعملناها كلها، بنرجع نضيف من كل نفس الانواع البهارات لحتى اخلي كمان الباستا يكون فيها نكهه نفس البهارات. الطعم. صح. بالاضافه نحن حاطين، انا حاستعمل مرق ثمار البحر اللي هو انا حضرته مسبقا، هو بستعمل ممكن المول، اعدام سمك، الكراكاند، اي شيء عندي من السي فود بقدر احضرهم. لاحصل على هذا اللون بدي اقلي كل هيدي الاشياء على حراره كثير عاليه لاحصل على لون بني بكل الاصناف اللي استعملتها. شو اللي بدك تقليه وقتها لحتى الاعدام السمك؟ نعم. حبوب المول اللي عم استعملها تقليها مع زيت، يعني زيتون مع شويه زيت زيتون مع نعم. شويه بصل بيتقلوا مزبوط، بعدين بضيف عليهم كرات كرافس وورق غار وعود قرفه وبنغمرهم بالمي لحتى يغلوا. انا اذا غمرتهم بلتر من المي بدي ضلني اغليهم لحتى احصل على كميه نص لتر من السوائل. نعم. يعني هون تكون تشبعت الطعمات اكثر. نعم. بصفيهم وبصير عندي هيدا اللون وهيدي الصلصه. نعم. لانه هيدي ممكن ما تكون موجوده بالاسواق يعني. نعم. مشان هيك نحن بنحضرها. اذا ملاحظين كيف حبوب الصدف كلها تفتحت بعد هلا على الوقت على النار، بعد رح تتفتح اكثر. رح ضيف هلا عليهم البازيلا والجزر، كمان رح ضيف الفطر المقطع، وكمان برجع بقلبهم شوي.
الشيء الأساسي البندورة الكرزية بضيفها بهيدي المرحلة للسبب أنه أنا بدي إياها بس لأنه تاخد شوية حرارة إلى تضل محافظين على شكلها. عند طبعا إضافة من الخل الأبيض. نعم الخل الأبيض ضروري هون لحتى يروح لنا طعمة الزنخة اللي بتنوجد عادة بالصدف، وطبيعي إضافة عصير الحامض كمان هون. عصير الحامض رح يعطي طعم كتير مميز، وخاصة مثل ما بنعرف كلنا بأطباق ثمار البحر ضروري يكون موجود. نعم. عنا عصير الحامض. شايف أنت معرض الباستا معرض لها للحرارة صح؟ صح على الحرارة خفيفة أو هيك. أنا عادة بس أسلقها للباستا وبردها، بضيف عليها شوي من زيت الزيتون لحتى تبقى ما تلزق على بعضها. نعم. فهيدا الشيء بخليها برجع بقليها بنفس كمية الزيت الموجودة. شايف وفي شيء بينعمل لثمار البحر لتطيبهم؟ تطيبه. قبل ما نحط الحامض على النار يعني قبل ما نبدا بتطيبه ممكن نكون قبل بوقت مثل ما انا كنت عامل مغسلهم مزبوط ونقعهم بمي وحامض وخل. هيدي بتساعدني كمان، بس كمان ضروريه تكون موجوده بقلب الطبق لحتى تسحب هيدي الطعمه. نعم. هلا رح اضيف كميه بسيطه من المرق. يعني احنا انت لما بتجيبهم من المحل بترجع بتنقعهم مره ثانيه؟ ضروري. اصلا هن وقت بنجيبهم فاكيوم بيكونوا منقوعين بحوامض وبمواد حافظه لحتى يحافظوا على حبه الصدف تبقى مسكره ما تفتح. لانه بحال فتحت بتنتزع الحبه. اوكي. هلا مثل ما شايفين هون كلهم صاروا مع بعضهم المكونات. بدي اتركهم حوالي الخمس دقائق لهيك ليغلوا مع بعضهم اكثر، لانه الصدف عاده هلا استوى. تأكيد لنعرف حبة الصدفة انه استويت، خليني ورجيكم حبة هون، هورجيكم الفرق. في عندي هيدي الحبة هون بعدها قطعة اللحم اللي بقلبها معلقة فيها هون، وقتها بتكون بهيدا الشكل يعني هيدي بعدها ما استويت. هورجيكم حبة تانية استويت اللي هي فصلت عنا كليا الحبة، يعني هون صارت اللحمة على ميلة واحدة. هيدي الحبة عندي استويت، هون هيدي بعدها ما استويت. لهيدا السبب نتركهم على النار بعد حوالي 3-4 دقائق لحتى تفصل الحبوب كلها عن بعضها. نعم. هلا رح ارجع لعندكم هبه ووعد، واكيد بنرجع بنشوف اخر الحلقه كيف صارت التقديم. شكرا لك شيف، والان مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير نتابع بعده باقي فقرات صباح النور. صباح النور مجددا مشاهدينا، صباح النور مجددا. كنت رح اقول لك عهد بستوحي منك من شقارك ومن نضالك. هيدا شرف لإلي صراحه. عهد التميمي. نعم. يعني وشرف بعتقد لكل يعني طفله عربيه او لكل بنت عربيه صدقا. نحن رح نحكي عن عهد ونحاول ولدها طبعا، ولكن يعني انا بدي شيد بزميلي هبه بهالفتره هالفتره الدقيقه بتاريخ فلسطين، انك هالقد وعيتي فينا الوطنيه والتعاطف مع فلسطين، بنشكرك. وانا بدي اشكرك كثير لانه بتقدر كمان انت، ولانه كمان انت شخص في عندك هذا الحس الوطني، واكيد مش ضروري شخص ليكون فلسطيني ليحب فلسطين. نحن بشر اكيد. هي طفلة توني لم تبلغ من العمر الكثير، لكن في رصيد خبرتها في مقاومة الاحتلال الكثير. عهد التميمي الجميلة المقاومة والطفلة كانت ولا تزال حديث وسائل الإعلام في العالم، واليوم فقد روت أناملها سردية جميلة للثورة الحقيقية لتصفع جنديا إسرائيليا اعتدى على بيتها، وتصفع معه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بجعل القدس عاصمة الاحتلال الغاصب. سنتحدث اليوم عن قضية نضال مميزة تعرف أهدافها جيدا وتحاكي المحتل باللغة المناسبة. دعونا نستضيف والد الطفلة الفلسطينية عهد التميمي الناشط الفلسطيني باسم التميمي. الله يعطيك ألف عافية. أنت معنا من رام الله. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. أنا معكم من فلسطين من رام الله. نعم. أولا خبرنا عن عهد، بدنا نطمن عليها، كيفها اليوم، كيف صحتها ونفسيتها؟ يعني مع الأسف أنه إحنا وسائل الاتصال منقطعة معها، هي موجودة في السجن، إحنا ما بنقدرش نشوفها إلا فقط في المحكمة، وفقط يعني نظر، والنظر محجوب بمجموعة حراس بيكونوا حولها.
يعني بيكون جزء يعني كان يعني للكاميرا قدرة على تصوير وجهها ويعني والتدقيق في ملامحها أكثر منا اللي كنا في نفس قاعة المحكمة. هي البارحة اتصلت في المحامية هذا آخر خبر مساء قالت لي إنها هي وامها في مرك في مركز التحقيق في شرطة بنيامين. نعم ولكن كأنه سرب أستاذ باسم. نعم أستاذ باسم كأنه سرب عبر اليوتيوب فيديو صور لعهد على هامش المحاكمة. سألتها اللي عم تصور كيفك عهد منيحة؟ ردت بدون أي يعني إفراط بالعواطف أنا منيحة. هل قد بيّنت واسقة من نفسها وكأنه بالنسبة إلى المحاكمة شرف؟ شو رأيك؟ يعني عهد يعني أنا بعرفها صلبة قوية رغم كل الظروف اللي كانت بتمر فيها كانت كنت يعني باب يعني بشوف عيني في يعني بشوف فيها البرد إنها لكن كنت بشوفها الصمود والقوة والصلابة. يعني في المحكمة الجميع شاهد ابتسامتها وشاهد كيف هي ردودها يعني يعني مختصرة وهادئة وغير منفعلة. عهد اللي بتشوفها متقاوم هذا الجيش بهذه القوة وهذا العنفوان وهذا الإصرار وهذا التحدي هي في البيت بعكس الصورة مطلقا. هي هادئة جدا خجولة جدا ويعني هي حنونة جدا كمان وبالتالي يعني كانت يعني بتعبر عن إرادتها في الصمود فحكت بشكل مختصر. ثانيا هم لا يسمحوا لها بالحديث يعني من يعني بمنعوها الحديث مع الإعلام. القضية الثالثة إنه يعني أنا يعني آخر خبر يعني امبارح المغرب المحامية اتصلت فيه وقالت لي إنها موجودة في مركز التحقيق في بنيامين هي وامها وهي لا زالت ملتزم الصمت ويعني الصمت ولا تتعاطى مع المحقق حتى بذكر اسمها. نعم طيب يعني من اللي عرفناه ومتابعتنا لقضية عهد يعني عهد طبعا يعني كانت عزلاء عندما واجهت جنود الاحتلال المدججين بالسلاح. من ردود الفعل يعني منشوف انه نفتلي بنت وزير التعليم الاسرائيلي وايضا وزير الامن الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان كان يعني يشيدوا بضرب يقولون انه يجب على جنود الاحتلال ضربة لعهد وايضا يجب ان تبقى عهد طيلة حياتها في السجن. كان دائما عهد بطليعة المتظاهرين أيضا وظهرت بالفيديو الأخير وهي تقاوم جنود الاحتلال بكل شراسة. هل يعني لديك هيك معلومات يعني خاصة لإلنا إحنا عن محاكمتها لعهد أو أيضا يعني كيف بتعامل معها جنود الاحتلال داخل الحبس السجن؟ يعني جنود الاحتلال تعاطوا مع المسألة يعني وفق رغبات المجتمع اليميني المتطرف بعد يعني عملية البروباغندا والتضليل اللي عملها الإعلام الصهيوني حول هذه القضية ويتعاطى من مع عهد وكأنها يعني يعني مبارح في أمريكا في وقفة كانوا عاملين صورة وصورة لعهد حاملينها وكاتبين عليها هتلر الجديد وهم يتعاطى مع المسألة وفق هاي العقلية وفق هاي النظرية لأنهم مجتمع مريض يعني لا يحب إلا أن يرى جنوده يقتلون ويبطشون في الناس. المحكمة هي محكمة أحد مكونات الاحتلال يعني هي صممت بقوانينها ونظامها القضائي وشكل قاعتها لقمع الفلسطيني وكسر إرادته وبالتالي هم يريدوا كسر إرادة التحدي عند عهد لكسر إرادة التحدي عند جيل بما تمثل من رمزية في هذه المسألة بالتحديد. المحكمة يعني الجلسة الأخيرة كانت يعني هي مجرد اجترار لحديث سابق كان بيكون فيه المدعي العام والنيابي وأجهزة الأمن الإسرائيلية بعيدوا وبكرروا في نفس الاسطوانة إهانة إعاقة يعني اعتداء على موظف في أثناء تأدية عمله إعاقة الجنود عن مهمتهم. يعني بعدين كان بروح على الجانب حتى لا يعني يخفي ضعفه فيه أن هناك ملف سري وهو في لدى المحكمة وعند القاضي. القاضي كانت ردود فعله
يعني في النقاش اللي كان بدور ما بين المحامي اللي بطلب الإفراج وبفند في الدعاءات النيابة كانت ردود فعله باردة جدا. أنا كنت بعتقد أنه بيلعب في أتاري على الكمبيوتر اللي أمامه، ما له علاقة بالمحكمة لأنه هي صورة مجردة وهناك من يقرر يعني اللي هو أجهزة الأمن اللي هي بتحدد اتجاه المحكمة واتجاه القضاء. أنا بعتقد أنه اللي راح يصير حسب ما لخصه الناطق بلسان جيش الاحتلال الصهيوني عن يوم الخميس الفائت عن لما قال إذا لم نستطع تكييف قضية لعهد ووالدتها وابنت عمها سنحولهم للاعتقال الإداري، أي أن السجن هو هدف وقرار وبالتالي نعم. لن يعدم الوسيلة في إبقائهم في السجن. يعني طبعاً ما في عليها أي الاعتقال الإداري عن جنود الاحتلال الإسرائيلي بحال إنه ما في عليها أي قضية بتثبت إنه عليها شيء جنائي. وبكل الأحوال يمكن كمان محاميتها نعم. جابي لاسكي كانت أشارت إلى إنه المحكمة لم تراعي حداثة سنها لعهد وظروف اعتقالها. اليوم تناقلت أستاذ باسم بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصل بك شخصيا، هل هذا صحيح؟ وإذا ما كان صحيحا ماذا قال لك؟ يعني الأخ أبو مازن سيد الرئيس اتصل في مساء وأبلغني يعني وقوفه وتضامنه واعتزازه وافتخاره بهذه الأسرة بهذا الجيل وبعهد كرمزية لجيل يمكن أن تتسلم الرأي مستقبلا ليحقق النصر والانتصار. هذا ملخص المكالمة. نعم يعني أنا كنت حابة هيك تحكي لنا لأنه هيك مش باقي عنا كتير وقت بس تخبر المشاهدين أكثر عن قرية النبي صالح والتضييق اللي بيقوم فيه جنود الاحتلال عليكم والمستوطنات اللي بتحيط بالقرية وليه بتطلعوا أنتوا كل نهار جمعة لتعملوا مسيرات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي؟ أولا يعني من شان نكون دقيقين النبي صالح بيطلع لأنه في احتلال يعني نعم. هذا هو يعني ملف جود يعني فيش سبب آخر لأنه أنا بقول أن صورة النبي صالح هي الصورة الطبيعية في المشهد الفلسطيني، لكن مع الأسف نتيجة ما حدث بعد أوسلو وكل هذه التراكمات من حالة الشعور بالإحباط يعني صارت يعني صورة النبي صالح هي يعني كانها صورة استثنائية في المشهد الفلسطيني، صح صورة مرغوبة، صورة مطلوبة، صورة يعني يركز عليها الإعلام، لكن مع الأسف لم نستطع نشر النموذج بشكل أكبر وأوسع على كل المشهد الفلسطيني. نعم. أنا بعتقد إنه يعني كانت النبي صالح تريد أن تقول من خلال هذا النموذج أن هناك طريق وهو المقاومة الشعبية وهو الرد الوحيد على هذا الاحتلال بكل تعبيرات وجوده على أرضنا. النبي صالح قرية عدد سكانها 600 نسمة يسيطر يعني 97% من أراضيها منطقة سي، يسيطر المستوطنين 60% من هاي الأرض، عدد يعني فيها 22 شهيد أي ما يعاد يعني من أعلى النسب أو أعلاها في فلسطين من سنة 67 حتى الآن، لها تاريخ يعني متجذر في المقاومة منذ يعني الاحتلال البريطاني والأجيال تتعاقب في مسيرة النضال والتضحية. أول بيان للقيادة الوطنية الموحدة وتم تأسيسها من أحد أبناء هذه القرية في التاريخ الحديث وما بعد مقاومتنا الحديث في 2009 ونموذج المقاومة الشعبية اللي تم يعني إبداعه في النبي صالح بجهد كل أطفالها وأبنائها وجرحاها ومعتقليها. عندنا 3 شهداء، عندنا أكثر من 300 جريح، ليس كل الأعداد من النبي صالح وإنما من النبي صالح ومن شركائنا في النضال في منطقة الصمود والتحدي بني زيد وكل شركائنا من المناطق الأخرى. في عندنا أكثر من 250 حالة اعتقال معظمها أطفال ومنهم 15-16 سيدة، مشاركة المرأة كانت هي نعم. السمة الممّيزة ومشاركة الطفل يعني هذا هو يعني هيدي قرية الأطفال
ويعني الناشط الفلسطيني باسم التميمي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، ونتمنى من الله أنه يفك أسر عهد وكل أسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووصل سلاماتنا لعهد وقلها أنه إحنا معها. يعني سلامات من عهد لكل أهلها في العالم العربي والأمة الإسلامية، وميلاد سعيد، وإن شاء الله بدنا نستضيفها معنا كمان لما تطلع. هيدا عهد علينا نبقى إن شاء الله. عهد علينا. لابد أن نشير أنه أستاذ باسم أيضا مجاز بالقانون من جامعة القدس بالاشتراك مع جامعة برشلونة، يعني إضافة للنضال العاطفي اللي بده فيه يرد بنته، لابد ما يرد بالفكر والنضال الحقوقي يلي هو بيتميز. كنت حابة أنا أضيف شغلي بس أنه مش عهد بس لحالها في سجون الاحتلال، يمكن كانت يعني في حظ كتير منيح أنه في كاميرا كانت عم بتصور عهد لما تم اعتقالها في 1150 طفل بس بعام 2017 تم اعتقالهم، ل يعني من عام 2017 لآخر شهر أكتوبر إحنا في رصد ل 1150 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال، يعاملوا بطريقة مهانة جدا وضاربين بعرض الحائط كل حتى المواثيق الدولية بالتعامل مع الإنسان يعني. نعم، ناهيك عن المشكلات النفسية طبعاً التي يمكن أن تنجم عن السجون، سنتكلم الآن عن المشكلات النفسية. يعني يشدد ضيفنا التالي على أن نسميها مشكلات وليست أمراضاً، بركي نسأله لاحقاً أو معضلات ربما. تعرف المشكلة النفسية بأنها اضطراب تنجم عنه اتجاهات غير سليمة للفرد تجاه نفسه ومجتمعه، أي أنه حالة من عدم التوافق النفسي والاجتماعي والسلوكات غير السوية التي تؤثر في سلامة إنجازات الفرد وسير حياته بشكل آمن ومستقر لنفسه ولمن حوله. صحيح توني، وقد ينتقل المرض النفسي في حالات متقدمة من الاعتلال النفسي إلى الاعتلال العضوي أو الوظيفي. للحديث أكثر عن الموضوع نستضيف معنا في الاستوديو الاختصاصي في الصحة النفسية والجنسية دكتور بييرو كرم في فقرة صحتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. بداية فيني أعترف أنك خوفتني لما قلت لي ما بيقولوا أمراض بيقولوا مشكلات. خوفتك كلمة كبيرة، فجأتك يمكن. لا، الخوف ممكن يكون صحي بس يمكن أن يتحول إلى مشكلة نفسية. لا أنا حبيت عنه لاحقا. حبيت ريح بداية الحلقة بكلمة أمراض بتخلي الناس تخاف. نعم. وبتقول أنه أنا إذا عندي مشكلة يعني أنا مريض. نعم. نحن ما كلنا مرضى بس كلنا ممكن يكون عندنا مشاكل نفسية ما بنقدر نتخطاها بسهولة. بس المشكلة ممكن تتحول لمرض لاحقا؟ أكيد، إذا ما تعالجت بتصفي باثولوجيك. طب إمتى بنقدر إنه نشخص حالنا ونعرف إنه إحنا بنعاني من معضلة نفسية؟ بسيطة كتير، لما أنا بطل فيي أتحمل اللي عم بعيشه. نعم. بهالبساطة. طالما أنا قادر أتعايش مع الحالة اللي أنا فيها، إن كانت بالنسبة لإلي مهمة أو أقل أهمية، طالما أنا عم بتعايش معها أنا مني بحاجة لأي مساعدة. بس لما بصفي أنا عاجز عن أني أتخطى هالمشكلة اللي أنا واقع فيها، هون أنا بحاجة لمساعدة. نعم. المشكلة الأكبر أنه أنا اعترف لحالي أني أنا بحالة مشكلة وأنا بحاجة لمساعدة. نعم. هيدا أول عنوان بمجتمعنا العربي لسوء الحظ مجبور أقول هالطريقة أنه نحن ما بنلتجي للمعالجة بسهولة، يعتبر من المحرمات. لا، يعتبر ديك عربي، بعتذر، يعتبر ديك عربي أنه أنا ما ببكي. نعم. أنا ما بضعف، أنا ما حدا بيساعدني، أنا قادر ساعد حالي وأعمل اللي بديه. لسوء الحظ في صعوبة أني أعترف لحالي أنه أنا بحاجة لمساعدة، وإذا اعترفت في صعوبة أكبر بعد أني التجي. بس قبل اللجوء دكتور لو سمحت، في أيام حتى المشاعر السلبية منخاف منها وممكن نعتبرها مشكلات أو أمراض، بالوقت يلي الخوف أو البكي أو الحزن ممكن يكون لهم مناحة إيجابية قبل ما يتطوروا. طبعا نحن بنسميهم ديفنسيف أكت. البكي اتس ديفنسيف، نحن يعني دفاع. نحن مندافع عن حالنا لأنه بغرايزنا عندنا سر البقاء. وأنا لما بحس حالي بخطر، بحط خطر بين هلالين أكيد، بدافع عن حالي، وتدافع عن حالي يا بنزوي ببكي بهرب يا بهجم، وهيدا من الديفنسيف أكت.
ما في شيء غلط. هلا الخوف لما بيصفي مرعب انه انا ما بقى فيي اتعايش مع الوضع اللي قايم، مش بس عم بحافظ على حالي، صرت حاسس حالي انه العالم صار على راسي كبير. هون صارت المشكله بدها علاج. كيف بعرف؟ ممكن الجسم يتفاعل صح؟ دائما نحن البسايكوسوماتيزم موجود بكل شغله ما بيحكم العقل. لانه العقل اذا ما فرز الموضوع وحله ولو ستاندينج باي له طريقه مؤقته، الجسم ما بيحمل، بفش. هلا في فش بإكزيما بسيط، في فش بلقوي، في فش بأبيسي، في فش بكانسر. لسوء الحظ نحن بنجيب هالامراض لحالنا. نعم. طيب الامراض العضويه. نعم. طيب شو هي الاسباب او العوامل اللي بتخلينا نكون مش قادرين انه نحل هالمشكله او المعضله اللي احنا عم نمر فيها؟ رهيبه، خليني اقول لك الحياه منا هينه. نعم. وكلنا عندنا طلوع ونزول. وفي اوقات كثير بتتراكم الامور فوق بعضها لمرحله انه انا بصير ما بقى فيي سلم امري لشيء، ما بقى فيي اتكل على شيء. هون بترجع ل قديش انا تربيتي ساعدتني انه يكون عندي ثقه بنفسي، قديش تربيتي ساعدتني انه انا بعرف انه فيي اتخطى الامور قد ما تكون صعبه. ورغم هيك ورغم ما يكون انا سوي كليا، في مطارح انا اعجز. نعم. بتعب. بدي اعترف بهالعجز. إيه؟ وما في شيء غلط. وهلا لنسبق شوي، اكيد انا بتو تسالوني، ما في شيء ما له حل. يعني ما في معضله نفسيه انه هي كرونيكل دايمه وما في يطلع منها. نعم. خطا حتى كبير. لو المعضلات النفسيه اللي ممكن انها تؤدي للانتحار او المشاكل كبيره. الانتحار انتهينا، ما بقى في معضله. نعم. رحت انا يعني حتى نتجنب الانتحار. نعم. يعني نتجنب الانتحار. نعم. حتى أكيد. قبل اللجوء الى معالج نفسي. ويمكن هيدي من ميزات مجتمعنا انه في تكاتف عاطفي بين الاصحاب بين الاهل. انت ما بتنصحنا بانه نعبر؟ يعني اذا أكيد. انا مزعوج ما خلي هالانزعاج داخلي بل طلعه للخارج لمين ما كان حوالي ممكن يحبني بدون شروط؟ لمين ما كان؟ لا، اللي بيحبني بدون شروط. اوكي، هذا الجزء الثاني من سؤالي. اوكي، اطلب مساعده غلط من اي شخص اللي كان، انما فيش خلقي قدام اللي بحبوني كثير منيح. كل شيء بطلعه لبرا بيريح، انما اطلب المساعده من شخص غير اهل يمكن يضرني، لانه هو بيشوف الامور من منظاره الخاص. اذا هو عنده مشكله بهالموضوع اللي انا عم بحكي فيه، معناتها نصيحته لإلي رح تكون خاطئه. نعم. برجع بعيد، لازم بوح لأشخاص بوثق فيهم، بس ما اتكل على آرائهم، لأنه مش بالضرورة تكون آرائهم هي الصائبة. بس يمكن الإصغاء لإلي هو بداية الحل. كتير مهم. هو أهم نعم. شيء بالمعالجة أنك تصغي. نعم. لأنه أنا طالب أنك اسمع لي، اسمع مشكلتي، خليني ظهرها، لأنه هذه الطريق الوحيد لحتى أنا أقول اللي عندي. نعم. بدي مين يسمع. هناك أنواع يعني عديدة من الأمراض النفسية، ويمكن الأكثر شيوعا هو الاكتئاب. خبرنا عنه أكثر وعن حتى سبل إيجاد هيك بقعة بيضاء بهالحياة، يعني الإنسان ما يكون حاسس حاله في بقعة سوداء من الاكتئاب. يعني بدي بلش من الآخر. يعني من وين أنت بتلاقي مناسب؟ الحياة فيها مفاجآت صار. نعم. هيدا هلأ كلام للكئيب اللي عم بيسمعنا، بقول هذا مجنون عم يحكي. لا، الحياة كل يوم تطلع الشمس. نعم. وكل يوم نهار جديد، وكل يوم أنا عمري جديد، وإلا بكون متت. نعم. بمجرد ما أفكر من هالطريقة أنا، شو ما كان عندي معضلات واقفة قدامي، بقدر أقول في دور أنا مطوراتي من جديد وقلع. ليه؟ لأنه أنا في وراي تاريخ، أنا عندي إنجازات، أنا ما وصلت للعمر اللي أنا فيه، مش مهم من كنت 17 ولا 77، إلا لأني قطعت بمراحل واجتزت، معناتها أنا عندي هالقدرات. هاي أول نقطة. هلأ ليش بوصل للاكتئاب؟ نرجع منقول أمور الحياة منا هينة، بعدين أولوياتنا صاروا متخيرين. اليوم أنا إذا ما عندي سيارة اللي إكس عنده إياها، أنا بحس حالي كئيب، معناتها أنا لا بقى الحب عندي مهم، لا بقى العيلة عندي مهمة، لا بقى الصحة عندي مهمة، صارت أولويتي هالسيارة الأربع دولية. والمقارنة كمان غير صحيحة. المقارنة هي أكبر مشكلة بالاقتناع النفسي، مش الاقتناع المادي، لأنه القناعة المادية هي تحديد للطموح، إنما لما أنا برضى بحالي بقدر أتخطى كل شيء.
بعدين صدقوني نحن بنعرف حالنا، بنعرف حالنا كل منيح، بنعرف كل اللي ناقصنا، بنعرف كل العوامل الإيجابية اللي عنا، وبنعرف كل نقاط ضعفنا. أنا إذا ما بقبل حالي وبتعرف على نقاط ضعفي وبشتغل عليها وبتثني على النقاط القوية اللي فيي، أنا بحالة ضياع. نعم. والضياع بيوصلني هالكونفيوشن بيوصلني لاكتئاب. يعني نعم. كأنك أنت عم تنادينا لحب الذات وعم تنادينا لحب الحياة أولاً. وهي المنادات ضرورية على أبواب سنة جديدة. السنة الجديدة والسنة القديمة والسنة اللي بعد ما اجت ان شاء الله بتخبي لك دكتور بيرو بتخبي لك مفاجأة سارة حسب تعبيرك. بدنا نشوفك أكثر بالسنة الجديدة. أنا حاضر، أنا بتشرف، وأنا في الجمهور العربي بيعز علي كثير. الاختصاصي في الصحة النفسية والجنسية دكتور بيرو كرم، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. وسنذهب الآن إلى الصحة الجسدية، الصحة الطعامية، إرضاء البطن مع الشيف فؤاد والشيف وعد وولاء أشهى. إذن يعني توني وهبة بتكون تشوفوا هون التنوع الهائل بمطبخ صباح النور مع شيف فؤاد، قالب العسملية مع مقانق قالب العسملية لمي إضافة إلى المعكرونة مع طبق البحر وصدف مش عم لحق لك توني، مش عم لحق بتحلل. طب قولي لي بعدين على القليلة أو ببقى بفكر فيها. ما قلت لك مش عم لحق لك اسم الله. هلا مثل ما شايفين أنا الباستا كنت حطيت لها شوي من الخواص اللي طلع معنا من الصدف. نعم. سكبت حطيت على وجه الصدف وبقي عندي الصلصة اللي هي أنا آخر شيء بدي أضيفها على الوجه. طبعا بدي أضيف كمية لحتى الله تصير كلها طعمات مع بعضها. ممكن تنضاف بشكل فرد لكل صحن؟ صح صح اكيد اكيد. انا هلا هون اللي عملته صراحه انه حطيت بقيه الصدف على جنب اللي هو ممكن كمان بالمطاعم بنعرفها المول مارينيه اللي هو عاده بينباع، فينا نقدم بدون باستا وفينا مع الباستا. نعم. وخاصه هلا وقت بدنا نسكب الباستا حيصير كميه المول قليله. فاللي بحب يزيد بزيد من هون صدف. نعم. هلا انا عم بزين الطبق. اذا فكرت ربة المنزل شاف انه تفتحهم يعني. ايه؟ بس تحتفظ بالقالب. بالقالب ممكن ممكن، بس اكيد بطلنا عم نحصل على هذا الشكل اللي انا هلا عملته. أوكي. بس كثير سهل هو عاده. اذا بدنا نحتفظ بدنا نشيل الصدفه منها مثل ما هلا بس تستوي دغري بنشيلها نحن من قلبها، يعني هي ونيه ما بنقدر نشيلها. مثل ما شايفين هلا طبقنا صارت جاهزه، رح تضيف شوي من البقدونس على الوجه وهيك بيكون هذا الطبق صار جاهز. اكيد صحه وهنا وبتمنى تجربوه. والطبق الثاني بيتكلم عن نفسه شيف. صح. واضح وجاهز ايضا بمطبخنا. شكرا لك شيف. شكرا. وبننصح المشاهدين طبعا بتطبيق هذه الوصفات السهله والشهيه. فاصل اخير مشاهدينا، نطل من بعده على زملائنا في لندن، فانتظرونا. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية مشوارنا لليوم من بيروت، لنطير سويا الآن إلى لندن. إلى لندن حيث الزملاء بانتظارنا للانضمام إليهم في ساعة لندن معكم مشاهدينا. نعم، ونلتقي غدا في الموعد نفسه. أما الآن فننتقل إلى أمال وعبد الكريم وصباح النور. صباح النور. Good morning. صباح النور أمين هيبة والطوني. صباح الورد. صباح النور مشاهدي التلفزيون العربي، وأهلا بكم في ساعة جديدة من برنامجنا من هنا من استوديوهاتنا في لندن، إذ نستمر في هذا الأسبوع الخاص جدا الذي نمضيه معكم خلال موسم الأعياد. صباح النور أمال. صباح النور كريم. صباح الخير لزملائنا من بيروت، وصباح الخير لكم مشاهدينا. إذا موسم الأعياد نمضيه معا هذا العام، على عكس الكثيرين ممن يفضلون السفر في هذا الوقت من العام، خاصة وأنها الفترة الأكثر تميزا من العام، فترة ننتظرها من سنة إلى سنة لنستمتع بها مع العائلة مع الأصدقاء. إذا كنتم من محبي السفر تابعوا فقرتنا الرئيسية لليوم التي نطلعكم فيها على بعض النصائح الخاصة بالسفر في هذا الوقت من العام. بالتأكيد أمال، نتابع كل ذلك بعد قليل، كما سيكون لنا وقفة مع فقرة موضة الرجال التي نتعرف فيها اليوم على كيفية اختيار الجاكيت أو المعطف الجلدي
مشاهدينا ندعوكم لمشاركتنا آراءكم عبر صفحة التلفزيون العربي الترفيهي على فيسبوك وأيضا على منصتينا على إنستغرام وتويتر. تمام. والآن ننتقل إلى صلب نقاشنا حول السفر في موسم الأعياد. كل عام ينتظر الجميع عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة لأخذ إجازة واستراحة من فترة الضغوطات اليومية والسفر بها إلى الخارج والترفيه عن النفس. تماما، بالفعل أمال، إذ يسعى الكثير من الأشخاص لقضاء هذه العطلات بطريقة مميزة مع عائلاتهم أو أصدقائهم أو في بلد سياحي خارج حدود الوطن. وبسبب تزايد أعداد المسافرين في هذه الفترة عادة ما ترتفع الأسعار وتزدحم المطارات، واليوم سنحاول أن نطلعكم على بعض النصائح المفيدة لتجنب هذه المشاكل مع ضيفنا مهدي الباهي، رئيس جمعية التونسيين في بريطانيا ومدون مختص في السفر. طبعا هذا الكلام لا ينطبق علينا، نحن حتى في الأعياد ملتزمون بالشغل وبالعمل. أهلا وسهلا هادي، صباح النور. صباح الفل، صباح النور، مرحبا بكم. ما سافرتش يبدو في العطلة هذه المرة؟ ما سافرتش، الله غالب، قعدت سنة هنا في لندن. الأمور لكن حتى في لندن الأجواء مميزة، يعني وأجواء الكريسماس خاصة ورأس السنة أجواء، حتى الناس يعني ربما والسياح نجدهم كثيرين في العاصمة البريطانية. لكن نود الحديث أكثر عن النصائح التي يمكن أن نوجهها لمن يفضلون السفر في هذه الفترة. ما هي أكثر الوجهات المحببة لدى الناس خلال هذه الفترة ولماذا؟ شخصيا ننصح كل بالأخص الجالية العربية في لندن وفي المتغربة، كوني ديما ترجع لأوطانها، خاطر ما فيش أحسن من الوطن، ما فيش أحسن من زيارة العائلة، خاطر حتى الإنسان نفسانيا ما يرتاح وما يكون فرحان إلا لما يكون بحث أصحابه وأصله وعائلته. يعني أنا شخصيا ديما ننصح الناس كوني تزور عائلاتها، وبالأخص إذا الأب والوالدة ما زالوا حيين باهي كونه واحد يزورهم. ولكن إذا 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 فما مناطق نجم نزورها في العطل هذه متاع الشتاء، أنا ديما ننصح العباد أولا بما أني تونسي كون العباد تمشي لتونس. تونس بلد سياحي جميل، بالأخص فما صحراء تونس تكون الجو فيها دافي وفيها مناطق خلابة وجميلة، جميلة جدا. يعني عنا مناطق أخرى زادة جميلة في المغرب، عنا مناطق جميلة أخرى في الجزائر. الجزائر في الجزائر الجزائر بلد جميل، فعنا برشا مناطق يعني في البلدان العربي جميلة. يعني أنا نحبذ كوني العباد تمشي للبلدان العربية باش تدعم لبلدانها، يعني لأهلها وين مسقط رأسها وين أصولها أحسن، تكون أحسن من 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 زيارة بلدان أخرى. يعني في الصيف النجم نمشي لإسبانيا ولا لليونان، ولكن ديما أنا إنسان شخصيا نحبذ كوني نمشي لمسقط رأسي والقرية اللي تربيت فيها وين عشت وغادي وين، حتى الواحد نفسانيا مش شغل، واحد يشتغل سنة كاملة يرتاح نفسانيا كي يروح البلاد، يعني من الأحسن الأوطان. هل السياحة الشتوية تختلف عن السياحة الصيفية؟ وما هي الأمور التي عادة ينصح بها خلال فترة الأعياد؟ السياحة الشتوية معروفة كوني سياحة غالية شوية، بالأخص كما نقولوا كي تحب تعمل الرياضة الشتوية، تحب تمشي لسويسرا ولا تحب تمشي للتزلج على الثلوج، التزلج ولا على الأوتريش للأوستريش الأوستريا النمسا يعني التكاليف غالية كي تقارنها
بالسياحة الصيفية العادية، السياحة البحرية، كي تمشي لإسبانيا يعني من هنا من أعطي مثال من لندن نجم تمشي في الصيف 300-350 باوند، لكن باش تمشي لسويسرا في الشتاء في ديسمبر ولا للتزلج كما قلت انت ما تلقاش ارخص من 800-900 باوند. يعني هل هناك بلدان فيها سياحه شتويه رخيصه؟ والله فما في شرق اوروبا فما مناطق فيها السياحه الشتويه، ولكن ما هيش سيما تكون السياحه كما نقولوا نحن عصريه ومزدهره وحتى يعني السفر لها ما يكونش سهل كما سويسرا وكما النمسا. يعني من الأحسن لو في حد يحب يعمل سياحة شتوية وللتزلج أنا ننصح بسويسرا والنمسا، ما ننصحش بأي مكان. هل هناك أنواع أخرى من السياحة الشتوية؟ في أنواع أخرى من السياحة الشتوية كما قلنا قبيلة فما السياحة الصحراوية، السياحة اللي يعني في الصحاري في المناطق الدافئة، كما قلت أنت الجزائر، المغرب، تونس، في مناطق جميلة في المغرب العربي، مصر. فما سياحة أخرى هي تتسمى بالسياحة البعيدة اللي فيها كما نقولوا البرازيل والأرجنتين خاطر الطقس نتاعهم أو المناطق اللي يكون فيها النصف الجنوبي يعني النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، النصف الجنوبي في كما نقولوا في الدومينيكان ريبوبليك توا يعني الطقس فما طقس 35-40 درجة والعباد في الصيف. النصف الثاني كما قلت أنت في الكرة الأرضية يعني عندهم صيف وقت اللي نحن عندنا شتاء تتبدل الجو يتبدل الجملة. لكن هل هناك مجموعة من تيبس أو نصائح أيضا اللي ممكن أن تعطى للمسافر اللي يريد تغيير الجو أو الهروب من برد الشتاء وفي نفس الوقت يختار أماكن توفر له أجواء الكريسماس، ويعني هذه الأجواء اللي لن تتكرر؟ يعني في الصيف لا نرى نفس الأجواء ولا نفس الأضواء ولا نفس الاحتفالات، وفي نفس الوقت دون تكاليف باهظة جدا. كما قلت نرجع الأول حديث يعني وحتى ولو كانت التكاليف باهظة تقعد يعني مثلا ليحجز قبل مدة كبيرة، هل تنصح بهذا الأمر 6-7 أشهر أو حتى في الصيف يحجزون للشتاء مثلا؟ صح، هي فما كانت فما عقلية اللاست مينيت في الهوليداي، يعني فما ديما في آخر اللحظة الأخيرة تلقى الأسعار رخيصة، لكن توا الفلسفة السياحية في العالم بالأخص الشركات وكالات الأسفار الكبيرة كما توماس كوك وكما توي وتومسون غيروا الفلسفة نتاعهم، يعني ولات لاست مينيت تكون أغلى. فمن المستحسن كونك تقص ديما كي تحب تمشي on holiday تعمل ريزرفيشن، تعمل حجز مسبقا ديما يكون أرخص. هو يعني شركات طيران ديما تبيع طائراتها 12 شهر مسبقا، يعني إذا تحب تمشي on holiday ديما من الأحسن كونك تحجز. أنا شخصيا ديما نحجز 8 أشهر قبل باش تكون السعر مخفض. لكن ممكن تعاني من مشكلة عدم التحكم في الظروف، يعني لا تعرف وش ممكن يصير بعد 8 أشهر سواء على الصعيد الشخصي العائلي العمل، فهذه الأمور هل مستحبة ويمكن الإنسان التحكم فيها؟ يعني سؤال جيد. يلزم واحد كي يقتطع التذكرة، فما تذاكر لما تقتطعها فيها terms and conditions يعني مجموعة الشروط كونك تنجم تغير الذهاب وتنجم تغير الإياب بسعر باهظ، يعني ب20 ولا ب30 باوند. وأنا ننصح سعر بسيط أنا ننصح يعني اللي بش يحجز لمدة 8 أشهر كما أنت قلت، أي واحد نجم يغير الشغل، تنجم تجي أي ظرف يمنعه، كونه ديما يتأكد كونه ينجم يغير الذهاب والإياب، وديما يكون تغيير بالسعر. يعني اشتري تذكرة قابلة للتغيير. قابلة للتغيير، يعني في أنواع متاع تذاكر تكون رخيصة ولكن مش ممكن تغيرها ومش ممكن تغير الذهاب ولا الإياب. يعني ديما واحد كما يقولوا البريطانيين you read the small print، يعني تقرأ الكتابة الصغيرة وهذه اللي نجدها في معظم العقود. لكن أيضا عبد الكريم، يعني حتى لا نكون نتحدث بلغة بعيدة عن الواقع البلدان العربية، مش الكل عنده رفاهية السفر في مثل هذه الأوقات.
ما الذي ينقص السياحة في بلداننا العربية وطريقة التفكير، وهل ممكن أن يتغير هذا الواقع في مختلف البلاد العربية حتى تتاح هذه الفرصة للجميع هناك؟ أسهل طريقة، وندعو كل وزارات النقل في البلدان العربية وكل الحكومات العربية تعمل كما تونس عملت مؤخرا، هي اتفاقية الأوبن سكاي، السماوات المفتوحة، يعني تولي الرحلات من وإلى البلدان الأوروبية بدون ضرائب، وتولي تحفز الشركات كما رايانير والشركات يعني اللي تعمل تشارترز فلايتس كوني تمشي تزور المغرب. أصدقائنا في المغرب، الجالية العربية في المغرب عندهم الأوبن سكاي منذ مدة، يعني تنجم تمشي للمغرب بأسعار أسعار رخيصة ورخيصة جدا. احنا نعطي مثال، يعني أنا عملت تدوين البارح على صفحات الفيسبوك، قلت أصبحت زيارة الأوطان زيارة تونس كفريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. يعني أسعار الخطوط التونسية في الأسبوع هذا وصلت ل 650 باوند ذهابا وإيابا، اللي 650 باوند نجم تمشي للولايات المتحدة تقعد في ديزني لاند أسبوع. يعني الحكومات يلزمها تعاون وتعمل يعني حلول باش تستقطب، خاطر من المستحسن كونوا الجالية تروح اللي باش نصرفوه نحن المصاريف اللي باش نصرفوهم في بريطانيا في الأسبوع هذا. أنا شخصيا ماذا بين نصرفهم في تونس، يعني نعطيهم لتونس وهكا تولي مش عارف كنت تعرفوا كلمة السياحة المستديمة، السياحة يعني بشكل مستمر مستدام. السياحة المستدامة السياحة المستدامة هي اللي تحرك الاقتصاد الوطني. يعني أولا تقرب الجاليات العربية اللي في أوروبا منك، ثانيا تحرك الاقتصاد الوطني، وثالثا يعني الحركية الجوية بتتخلف وراها برشة حركية في البلاد ومطاعم وتاكسي وكل شيء، يعني حاجة باهية إن شاء الله. كمدون مهدي، يعني هل تعتقد أن السياحة الداخلية اليوم في البلاد العربية أصبحت سياحة مزدهرة؟ أصبح المواطن اليوم أو الفرد في العالم العربي يهتم بهذا النوع من السياحة؟ السياحة الداخلية هي مهمة جدا، وفي تونس نعطي مثال، سمحني ديما نرجع لتونس خاطرني يعني نتبع في تونس، حتى في المغرب السياحة الداخلية سياحة مهمة جدا، حتى السياحة ما بين البلدان العربية. يعني أنا نحكي لك على نعطيك رقم، كونه السنة الماضية السنة هذه 2017 زاروا أكثر من مليون ونصف جزائري تونس من الجزائر. يعني السياحة، خلينا نقول سياحة عربية وسياحة داخلية مهمة جدا أكثر من السياحة الأوروبية والسياحة الأمريكية. علاش السياحة الداخلية؟ يعني فما برشا عباد يسكنوا في بلدان عربية ما يعرفوش البلاد، ما يدوروش فيها. يعني من المستحسن كونوا أولا الأطفال والعائلات تدور في البلاد وتتعمل زيارات، وتخطر البلدان بتاعنا زادت اللحمة الوطنية وتزيد اللحمة الوطنية، واحد يتعرف على الجهات في البلاد وتصير حركية. في تونس كانت قبل النزول ما يحبوش السياحة، ما يحبوش السائح التونسي، ولكن العقلية مؤخرا تغيرت، ولينا نشوفوا السائح التونسي، ولينا نشوفوا وكالات أصفار يعني داخلية وحركية. فضل الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي، بلوجرز صاروا كثير أيضا اللي ينشرون هذا النوع من السياحة. بالتأكيد يعني. ربما هو في أسباب أخرى أيضا تشجع السياحة الداخلية في بلد زي تونس، اللي هو أنه أصحاب الفنادق كانوا في السابق يفضلوا السائح الخارجي نتيجة العملة الصعبة. أيضا هو أنه شركات السفر والسياحة الدولية تستأجر الفندق كاملا. فالأمر الآخر هو أنه مالك الفندق له الحق في الحفاظ على جزء من العملة الصعبة التي تحول إليه في حساب خارج البلاد. فهناك كثير من الأسباب تجعل مالك الفندق أو النزل يفضل السائح الأجنبي على السائح المحلي. لأنه أنا كنت في تونس مؤخرا، هو أصحاب الفنادق مكره أخاك لا بطل مكره أخاك لا بطل لسبب آخر، لأنه السائح الليبي والجزائري لا يفضل النزول في فندق، هم استحدثوا ظاهرة جديدة بحكم عدد الأسر المفروشة، بحكم أنه الأسرة الجزائرية 4 أشخاص أو 5 أشخاص، فبالتالي الخيار الوحيد أمامه هو أن يقبل
بالسائح المحلي والقبول بالسائح المحلي تستعقب أمور أخرى التي هي الضرائب إلى آخره وما جاور ذلك. هو يعني كان لأنه كانت فائدته من السائح الأجنبي أكبر صح، ولكن إثر ونحن نعرف وش فما في العالم العربي مثلا في مسارت في تونس العملية الإرهابية اللي في سوسة راحوا ضحايتها 38 سائح منهم 30 بريطاني والحجر السفر البريطاني اللي صار على تونس سنتين والتي أجبرت الفنادق كوني تستقبل المغربي والليبي والجزائري وحتى التونسي ويقولوا له يعني رجاء زرنا يعني تغيرت بالشكل هذاك تغيرت. اللي قلته أنت كلام صحيح بتاع واحد يفهم في السياحة على أصحاب النزول في تونس على العملة الصعبة وكيفاش العملة الصعبة ما تجيش لتونس وتقعد برا وفما عمليات فساد، ولكن عنا وزارة هي السياحة ليست فساد، هي ليست فساد، هو القانون يسمح لك بذلك، هو القانون، لكن القانون هي عمليات يعني أنت مطلوب أنك فقط 50% من العملة الصعبة أنها تدخل إلى تونس صح، ولكن هو حلال عليك حلال زلال صح، ولكن مش معقول كونك عندك مشروع في تونس ومداخيل يعني المشروع في تونس والمداخيل ما تدخلش لتونس تقعد خارج تونس، يلزم تقول على المداخيل متاعك باش تخلص الضرائب وكل شيء، يعني فما تهرب جبائي فما عمليات فساد، انا نعتبرها عمليات فساد. هو فساد في اطار القانون لانه حتى انت ايضا فساد مغلف قانونيا، هو فساد مغلف لانه حتى صاحب الفندق احيانا بامكانه ان لا يدفع الفواتير الماء والكهرباء لعام وعامين دون اي مشكله بحكم انه يعتبر عنصر حيوي، هم عنده اسم بالفرنسي يعني لا اعرف، واللي هو انه يعني عناصر اقتصاديه حيويه فيتم اعفائه، بينما انه صاحب المنزل عادي اذا ما دفع شهر او شهرين. بالحديث عن صاحب المنزل، هناك مجموعه من المواقع التي انتشرت مؤخرا تمكن الناس من تاجير منازلهم للسياح بتكلفه اقل، كيف ساهمت هذه الظاهره في تشجيع السياحه وهل تخدم الناس خاصه في هذه المناسبات من السنه يعني كالكريسماس ولا راس السنه؟ يلقوا نفس الاسعار؟ لا، هي هناك مشكله في الدول العربيه ان الدول العربيه اوقفت الباي بال وأوقفت أشكال التحويل الإلكتروني، فبالتالي البي آر إم بي وما جاورها هذه المواقع التي تحدث عنها ليس بالإمكان الاستفادة منها في الدول العربية. أنا نتيجة للوبيهات أصحاب الفنادق. كلامك صح، ولكن كما نقوله نحن في تونس نقوله أنت كلامك صحيح على البايبال، لكن ديما السارق يغلب العساس، يعني فما عملية كوني ينجم نكون أنا مواطن في بريطانيا وعندي أصدقاء في تونس عندهم 5 شقق، أنا اللي ناخذ الفلوس يعني التحويلات تصير لينا، هم يقعدوا في تونس وأنا يعني نحول لهم الفلوس لتونس. طريقة غير مباشرة. طريقة غير مباشرة يعني ديما فما طريقة، أنا ما نعملش لكن فما طرق. هي الشقق أنا حسب رأيي يلزم تكون مراقبة. طبعا. لازم تكون يعني فيها كما نقولوا نحن حتى تحول لأوكار جريمة أو أوكار مخدرات صارت ياسر مشاكل في والخوصصة وهذه الأمور كان فيه مشاكل أنه في كاميرات في تسجيل ما فيش أمان على البضاعة ما فيش تأمين على أشيائك ومستلزماتك الشخصية، هذه هل فيها حل أو تأطير قانوني في البلاد العربية؟ أنا عندي فكرة ونحب نعطيها، يعني كوني الشقق هذه الشقق المفروشة اللي تتكرى يعني اللي يستغلوا فيها السياح الداخليين أو الخارجيين كوني تكون تابعة لكراس شروط، تابعة يعني دفتر شروط دفتر شروط لوزارة وزارة السياحة، تكون مراقبة ويقع مراقبتها كأي نزل، ويقع حتى إعطائها نوع من أنواع النجوم يعني باش تكون أولاً باش نعرفوا المناطق شكون تكون مراقبه، ثانيا باش تعاون في الاقتصاد البلاد باش تدخل الضرائب، بالاخص تو كيما قلت انا الاوبن سكاي السماء المفتوحه هي باش تولي ترخص في الرحلات الجو وتولي تخلي الناس يمشيوا يقصوا تذكره الطياره ويمشيوا يقعدوا في. لكن انت ادرى بانه لوبي اصحاب الفنادق قوي جدا، لوبي اصحاب الفنادق تخيل انه يطالب بتعويضات يعني وسوف يحصل على ولن يسمح بمثل هذا الشيء. هو لوبي مهول، لوبي أصحاب النزل في نعطيك مثال ديما نرجع لتونس سامحني خاطر لوبي أصحاب النزل ولوبي الخطوط الجوية المحلية الحكومية طبعا كما نقولوا في تونس، يعني هي الخطوط الجوية الحكومية مع اتفاقية الأوبن سكاي السماء المفتوحة تولي
منافسة كبيرة للخطوط الحكومية. يعني هما زوز لوبيات اللي كانوا ضد السماء المفتوحة في تونس، ولكن نحن كنا عملنا حملات كثيرة ياسر. أنا واحد من الناس عملت حملة أربع سنوات للحفلة، مؤخرا وقع الإمضاء عليها. علاش في المغرب ما شاء الله عندهم الأوبن سكاي وعندهم الشقق المفروشة ويشتغلوا في يعني إسبانيا، هو مجهود في متكافف من الحكومة من الأفراد. أنتم كمدونين سفر هذه النصائح تعتبر قيمة جدا وأصبحت تساعد في وقتنا هذا. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والدردشة. مهدي الباهي المدون المختص في السفر، شكرا جزيلا. في ختام هذه الفترة أو الفقرة نستعرض أفضل الوجهات السياحية للسفر في موسم الأعياد. ننتقل الآن إلى فقرة موضة الرجال، وأخيرا لكم فقرة خاصة. تخيلي. عبد الكريم، هل أنت من محبي ارتداء المعطف أو الجاكيت الجلدي؟ ولو أنه عندك ألوان مميزة شفتك ظهرت فيها من فترة لفترة، كيفاش تحب الجاكيت والمعطف؟ ارتدي جاكيت الجلدي لكن لا أتي به إلى العمل عادة. يعني لماذا؟ الأغراض في نفس يعقوب. لازم نبحث في هذه النوايا التي تكمن في نفس يعقوب. الجاكيت اللي في الأخير عرفت ما هو لونه؟ الأحمر. لا هو ليس أحمر، قالوا أنه لونه بطيخي. بطيخي هذا هو كان اللون. والمناسبة لأنه لدي أنا عم ألوان خفيفة لا أميز على كل حال. سلامتك. الله يسلمك. هو لا مش ليس عمى كامل يعني، لكن لا تمام، أنا شايفة النظارة. إن شاء الله تساعد في اختيار ألوان الجاكيت. لكن جاكيت الجلدي عنده ميزة معينة، عنده رونق معين يضيف إلى إطلالة كل رجل. يعني هل في عندك خصائص معينة ممكن أن تشتري بها الجاكيت، تحاول تفرق بين جاكيت وجاكيت، تذهب إلى ذلك ولا تذهب إلى الآخر؟ أي طبعا بالتأكيد هو أمر متعلق بكوني أنا نحيل، فلا أستطيع أن أرتدي كل أنواع، هذه حقيقة، لا أستطيع أن أرتدي جميع أنواع الجاكيتات. فعلا لابد أنه فيه مجموعة من القوانين إن صح القول، ولا مميزات يجب أن تنطبق على الجاكيت وعلى مرتدي الجاكيت. أنا أسألك الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سلمنا الأمر، لكن سنتعرف أكثر على هذا الموضوع، وهذا هو محور التقرير التالي، نتابع. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، معكم حمزة مخلوف. اليوم غادي نتكلم على قطعة ملابس واحدة ممكن تغير اللوك تبعكم تماما، وهي قطعة جاكيت الجلد. جاكيت الجلد هي قطعة مهمة بالنسبة لكل شخص لازم تكون عنده في خزانته، لأنه ممكن يستعملها إذا كان لابس لبس كلاسيكي أو لا كاجول، ممكن يلبسها مع الجينز وسنيكرز رياضي، ممكن يلبسها في عدة مجالات. اليوم حوريكم كيف تلبسها مع مجموعة ملابس عندك في الخزانة. أنا هلا لابس جاكيت واحدة من الجاكيتات اللي عندنا اليوم، اللي غادي نوريكم إياها كيف تتعلموا وتختاروا وتشتروا وتلبسوا بطريقة صحيحة.
جاكيت الأولى وهي جاكيت كلاسيكية بس موضة حاليا، دائما تير انتباه على الكتفين تبعك، لازم تكون على مقاسك من نقط من الزوايا. النقطة الثانية وهي تحت الإيدين، حاول دير تجربة صغيرة وهي لما تجلس في السيارة ولا شيء ارفع يديك، إذا حاسس إنه ممسوك من تحت إيدك فهو يعني حاول تشتري رقم زائد على هذا الجاكيت. هذه الجاكيت الثانية كيف ما بتشوفوا، وأنا أكثرية من عشاق جاكيت تبع البايكرز اللي عندهم دراجات نارية. هلا جبت الجاكيت بس ما جبت دراجة نارية، بس إن شاء الله السنة الجاية. هناك يعني نقاط أساسية لازم نتطرق لها. لما تشتري الجاكيت تركز على السيلويت، يعني كيف بتبان من بعيد، كيف بتظهر من بعيد. بنعرفوا أن الجاكيت الجلد دائما بتساعدك على بناء السيلويت تبعك، بتبان رجالي رياضي بدو عضلات وكذا، بس هي بتعمل هذه الأشياء، فلهذا حاول تركز على السيلويت لما تشتري الجاكيت. نقطة ثانية هو هذا الجاكيت اللي عندهم هذا الحزام، هما جاكيتات اللي موجودين في الأسواق حاليا، وموضة كانت قديمة بس رجعت هلا حاليا. الجاكيت رقم ثلاثة وهي كالتالي، كيف ما شفتوا ما فيهاش كتير زرارات ولا سحابات ولا ألوان ولا مختلفة، بس هي شوية كلاسيكية، فهذا النوع ممكن يمشي معاك لما تكون لابس بدلة ولا تكون لابس يعني ربطة عنق ولا شيء، فهذا النوع بيساعدك انك تطلع شكلك حالي وأنيق. هذا الجاكيت كيف ما شفتوا معايا ثمنها بيتراوح ما بين 500 و600 دولار، شوية ثمنها غالي على الجاكيتات الأولى كيف ما شفتوا معانا، لأنه جودتها عالية أكثر من نوعية نوع الجلد. هذا الجاكيت رقم 4 وكيف ما شفتوا لونه فاقع يعني أقل رسمية، ممكن تلبسه مع جينز مع لبس رياضي، ممكن في خرجات مع العائلة والأصحاب. ما كلفنيش كتير صراحة، يعني كان ثمنه ما يقارب واحد 200 دولار، بس نوعية الجلد كانت ممتازة وكان عندي لمدة سنتين. هذا الجاكيت الأخير وأغلاهم ثمنا بالنسبة للجاكيتات كلهم اللي كان معنا اليوم. ليش غالي ثمنها؟ لأنه راجع نوعية القماش المستخدمة ونوعية الجلد المستعملة، فلهذا لما بتشتري جاكيت بثمن غالي لما بتلبسها بتحس أن الجاكيت ثقيلة عليك وأنها هي اللي لابسك. النقطة الثانية، إذا حابب تعرف أن الجلد إذا كان جودة عالية ألمسه بهالطريقة، حتحس أنه جلد يعني غير ناعم وفيه واحد النوع من البروزات، فهذا دليل على أن الجلد المستخدم ذو جودة عالية. النقطة الثالثة وهي الرائحة، لما تلبس جاكيت بتحس أن فيه رائحة جلد، مو رائحة البقر ولا الغنم لكن رائحة الجلد المصنوعة. أعزائي المشاهدين حلقتنا اليوم قد انتهت، نشوفكم في حلقة جاية في موضع مختلفة دائما في عالم الموضة. كان معكم حمزة مخلوف وإلى اللقاء. وأنت تفضلين رائحة البقر ولا الغنم؟ الاثنين، رائحة الجلد يعني أي شيء طبيعي. نشكر زميلنا عارض الأزياء حمزة مخلوف على هذه النصائح. أنا حبيت لك الحمرة صراحة. طبعا عارفة أنه عندك جاكيت أحمر مشهور به أنت في القناة. هناك ألوان أخرى لكنهم حذروني منها والله، بس كمان جميل أنه الواحد يكون جريء في الألوان. طبعاً طبعاً. والآن الموضة تعطينا مساحة كبيرة أننا نبدع، أننا نلبس حتى أشياء قد تبدو للناس غريبة لكنها مواكبة للموضة. وفي عندنا مثل في الجزائر يقول لك كل وش يعجبك والبس وش يعجب الناس، يعني كل ما يعجبك لكن البس ما يعجب الناس. هل أنت من دعاة هذا المثل ولا من مناصريه؟ مناصري البس ما يعجبك. البس ما يعجبك هو يذهب الناس إلى الجحيم. إلى الجحيم. مشاهدينا برنامج صباح النور متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. مقهى في قلب عاصمة الضباب يسمح لك بشرب القهوة لكن مع القطط. وفندق يتيح لك فرصة تجربة حياة المشاهير في ميدان ليستر أو في ميدان ليستر في وسط لندن.
نرحب بمشاهدينا مرة أخرى طبعا أمان. وبك عبد الكريم وجميع المشاهدين الذين التحقوا بنا في هذه الساعة أو نصف الساعة المتبقية من برنامج صباح النور من استوديوهاتنا في لندن. بالتأكيد أمل. مقهى السيدة ديانا في لندن هو الأول من نوعه في بريطانيا، إذ يتيح لزواره فرصة شرب القهوة أثناء اللعب واللهو مع القطط. يا مع لهوي. القطط مع القطط، يعني قهوة مع القطط. يحتوي هذا المقهى مشاهدين الموجود في العاصمة لندن على 15 قطة تجوب في أروقته تتودد لرواده، ويعمل في المقهى أشخاص مهمتهم رعاية هذه القطط وإعطاء الزبائن نصائح حول كيفية التعامل معها لقضاء وقت ممتع ومسلي. أول شيء نتعرف على هذا المقهى، مقهى السيدة ديانا، في تقرير الزميل بشار طلال، ثم نعود لنقاش هذا الموضوع الغريب. أطلقنا على هذا المقهى اسم ليدي داينا كات إمبوريوم لعدة أسباب. فهو ليس متجر حيوانات عاديا أو مقهى تقليدي، إنه مكان يجمع بين الاثنين وتشعر فيه الحيوانات بالأمان والطمأنينة. واخترنا اسم داينا وهي القطة التي رافقت شخصية أليس المشهورة في أفلام الرسوم المتحركة المعروفة باسم أليس في بلاد العجائب، لذلك جاء التصميم الداخلي لهذا المكان مشابها لهذه الرسوم المتحركة. خطرت لي فكرة هذا المشروع عام 2012 حينما كنت أعمل في شركة سوني لألعاب الفيديو، وقال لي أحد الزملاء إنه يحب اللعب مع القطط أكثر من ألعاب الفيديو. كانت هذه نقطة تحول هامة، فأنا أيضا أحب القطط، لذلك قررت أن أعمل هذا المشروع. كتبت دراسة جدوى وأطلقت حملة إعلانية، وكان تجاوب الجمهور رائعا، فتمكننا من افتتاح هذا المقهى عام 2014. في الوقت الحالي لدينا 15 قطة في المقهى، والعدد قابل للزيادة أو النقصان بناء على عوامل مختلفة. ففي بعض الأحيان يترك بعض الزبائن قطتهم في المقهى ونحتفظ بهم إذا ما لأمتهم الأجواء وتجاوزوا الاختبار الصحي بنجاح، أو نحاول أن نجد من يرعاهم من رواد المقهى ومتابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. كان تحديا بالنسبة لي أن أدير هذا المشروع عموما وأن أعتني بالقطط خصوصا، لذلك لدينا موظفات مهتمات بالقطط بشكل جيد ويؤمن للزبائن مناخا مسليا دون أن تشعر القطط بالانزعاج، ويقمن بإعطاء نصائح لرواد المقهى عن كيفية التعامل مع هذه الحيوانات الأليفة بشكل ممتع. بإمكان الزبون أن يأتي للمقهى صباحا وأن يشرب كوبا من القهوة أو الشاي، وأن يقضي وقتا ممتعا مع القطط مقابل 10 جنيهات استرلينية. أما فترة الظهيرة فلدينا خدمة أخرى نقدمها لزبائننا، تتضمن وجبات خفيفة مثل الشطائر والكعك والحلوى وغيرها. نحصل على الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من زبائن المقهى، ونرى ملامح الفرح والدهشة بمجرد دخولهم ومشاهدتهم القطط والتصميم الداخلي للمقهى، خاصة وأن معظم الزبائن يجلبون أصدقائهم وعوائلهم للمقهى ويفاجئونهم بما نقدمه نحن لهم، حيث نسعى أن يستمتع رواد المقهى بالخدمة التي نقدمها وأن يقضوا وقتا مشوقا مع هذه الحيوانات الودودة التي تحب اللهو واللعب. عدنا للهواء. إذن قطط وقهوة وشاي، ربما هذا يتوقف على الأشخاص ولا الزبائن وتعاملهم ومحبتهم للقطط.
أنت لا تحبين القطط لديك فوبيا؟ يعني مش لا أحب، أخاف منهم غصبا عني. يمكن هذا مرتبط بقصة معينة في الصغر، تعرضت لهجوم من قطة شرسة الله يسامحها. من قط. من قط. ربما سألت متابعيني قبل قليل عن هذه المسألة، فيه تسميات مختلفة للقط والتعامل مع القطط، لكن معظم الناس يعتبرون القطط من الحيوانات الأليفة التي يحببون التعايش معها والتصرف معها واللعب معها. هنيئا لهم. أنا أحب القطط وأكره الكلاب بصراحة. لا، الكلاب الله يعين اللي معاشرهم صراحة، ولو أنهم فيهم خصال كثيرة من الوفاء خاصة. الكلب ليس بالضرورة يكون حيوان، ممكن يكون يعني يأتي بصيغ أخرى يعني. يأتي فعلا، لكن يعني يبقى التعامل مثل ما قلت لك مع هذه الحيوانات متوقف على الشخص، متوقف على مفهومه، متوقف حتى على الأسرة كيف تتعامل. والمثير أنه هنا في بريطانيا فوجئت فعلا بالطريقة اللطيفة جدا والإنسانية جدا والقانونية جدا في التعامل مع الحيوانات والقطط خاصة. يعني هو بصراحة هو هل حيواناتهم تشبه حيواناتنا يعني حيواناتنا؟ لا حرام، حتى حيواناتنا ماشي حالها، هم يعني وجدانها وضعت في بيئة معينة. يعني حقيقة الكلاب في الدول العربية إذا استفردت بمار في الشارع الله يستر عليه. الله يستر عليه فعلا. طيب ننتقل الآن إلى فقرة الصحافة العالمية أمال، ونطلع اليوم على أبرز ما جاء في الصحف الفرنسية والبلجيكية مع الزميل لبيب فهمي. صباح الخير لبيب، ينضم إلينا من بروكسل. لبيب، لابد أن الصحافة الفرنسية والأوروبية مكتظة بأخبار العالم المتلاحقة، ربما لوموند الفرنسية هي أولى الصحف التي سنتطرق لها. تفضل لبيب. نعم، صباح الخير أمل، صباح الخير عبد الكريم. صحيفة لوموند الفرنسية خصصت افتتاحيتها لملف تركيا بعد اعتماد رجب طيب أردوغان والحكومة التركية لقانون جديد يسرح آلاف الموظفين مرة أخرى المتهمين بضلوعهم في محاولة الانقلاب لعام 2016، وقانون جديد مثير للجدد متسامح مع من يستعمل العنف لتفادي الانقلاب وتفادي الإرهاب. وهذا والصحيفة تقول بأنه صحيح أن القمع الذي يقوده رجب أردوغان لا يتفادى حاليا أحدا، فهو لا يخص فقط المساهمين في الانقلاب ولكن أيضا الأحزاب الكردية واليسار والقوميين العلمانيين وكذلك كل المنظمات الحكومية وحتى الصحفيين من صحيفة جمهورية مثلا، وأن هذا ربما يخفي الضعف الذي تعاني منه تركيا حاليا الموجودة في نوع من العزلة دبلوماسيا، وأنها تركيا أصبحت دولة مستبدة بحسب صحيفة لوموند. لسواغ البلجيكية ماذا جاء فيها؟ ربما كان فيها حسب إطلالتنا موضوع عن طائرات F-16 وعلاقتها بسوريا، لكن ما هي التفاصيل الخاصة التي أوردتها هذه الجريدة؟ نعم، صحيفة لوسوار تكشف عن عدد الطائرات التي كانت تشارك في العمليات القتالية، هذه المرة العمليات القتالية ضد داعش في العراق خاصة وأيضا في سوريا. هناك 4 طائرات كانت تشارك في هذه المهمات القتالية التي تستهدف أهداف خاصة، والتي يقول المسؤولون البلجيكيون في الصحيفة اليوم بأن 97% من الأهداف تمت بشكل ناجح، وأن العمليات كانت كلها ناجحة ولم تستهدف المدنيين، بحيث أنه كان الشعار، شعار القوات البلجيكية، هو لا وجود للشك، في حيث وجود الشك لا يمكن أن تطلق أي قنبلة. وقد عادت هذه الطائرات إلى القاعدة الجوية كراين بروغل ببلجيكا، حيث ستبقى ولن تعود إلى الأردن من حيث كانت تسير هذه العملية. ولكن الجنرال الذي استجوبته الصحيفة يقول بأن بلجيكا ستواصل دعمها لمكافحة داعش ودعمها لحرب ضد داعش ولكن بطرق أخرى. بالتأكيد لبيب، هناك أيضا خبر مثير عبر العالم الآن وربما اهتمت به الصحافة البلجيكية، وهو بخصوص منظمة الفهود السود وذكرى اعتقال قياديين في ذلك التنظيم
الذي كان يطالب بحقوق الملونين في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، مقال جميل جدا، التذكير بهذه المنظمة والتذكير بهذين الشخصين، هذين السجينين. روبرت كينغ قضى 29 سنة في السجن، وألبرت وود فوكس 43 سنة في السجن، أي حياة كاملة في السجن بسبب تهم، وهي تهمة السرقة المسلحة وتهمة القتل، ولكنها كانت تهم واهية. المسألة الأساسية التي دخل بسببها هذان الشخصان إلى السجن تتعلق بأنه كما يقولان هما: لقد تجرأنا على تحدي الفساد والعنصرية، وكانت فكرة أنه إذا ذهبت إلى السجن لا قيمة لك، فالنتيجة استغلوا الفرصة لجعلنا ندفع لتحييد رغبتنا في شجب النظام والسجون ومساعدة السجناء الآخرين. ويقول هؤلاء أنه بعد خروجهم من السجن لم وجد أمريكا لم تتغير، ما زالت العنصرية نفسها ولكن بطرق أخرى، وما زال العنف نفسه وإن كان يمارس بطريقة أخرى عبر حرمان المواطنين من السكن والعمل وغيره، وأنها أمريكا الدولة التي قال أنها ديمقراطية هي أكبر دولة منافقة في العالم بحسبهما بالطبع. وماذا عن مجلة لوفيف الإكسبريس؟ وآسف على هذا النطق الغريب. في عددها لنهاية. لا لا لا، هو نطق صحيح. لوفيف الإكسبريس تصدر ككل سنة عدد نهاية السنة، وخصصت الافتتاحية للقول بأن العنوان لا يمكن ترجمته بشكل صحيح بأن الخوف قد غير الجانب، يعني من أصبحوا يخافون تغيروا، من أصبح الآن يصيبهم الخوف. لماذا؟ لأن بالنسبة للصحيفة وبالنسبة لرئيس تحرير الصحيفة يقول بأن المشكلة الاجتماعية يمكن أن بعض المشاكل الاجتماعية يمكن أن تحول أو أن تصبح ثورة اجتماعية وأن تشكل ثورة في أخلاقية، وأن ما حدث بما يتعلق بقضية وينشتاين هذا باسم المنتج الأفلام الأمريكي المتهم بالتحرش والاغتصاب تحول إلى توازن القوى بين المعتدين والضحايا، وذلك بتحرير الكلمة التي أثارتها هذه القضية، وأن قد هذه المرحلة التي نعيشها قد تساهم ربما في توازن القوى وفي عودة العلاقات صحيحة وعلاقات توازن في حقوق بين الرجل والمرأة، وأنه يمكن أن تكون هناك تشريعات فعلية لتفادي التحرش الجنسي ضد النساء والاغتصاب الذي لا يذهب إلى المحكمة. وبالتالي فيقول بأن بالنسبة لرئيس تحرير الصحيفة بأن الخوف حاليا قد تغير، وأن على الآخرين على المعتدين أن يخافوا وليس على النساء والمضطهدات أن يخافنا. هذه كانت النهاية. شكرا لبيب. ولكن ملحوظة 2017 خلاص اكتملت حقوق النساء، فلا تحدثون في 2018. لا 2018 وفي كل السنوات ستبقى مسألة حقوق النساء مطروحة، لأنه للأسف كأنها يعني فكرة مدموغة في عقول كل المجتمعات، ومخطئ من يعتقد أن مسألة العنف ضد المرأة أو مطالب النساء هي حصر في المجتمعات العربية، بل المجتمعات الأوروبية أيضا والغربية بشكل عام تعاني من بعض الاضطهاد. طوينا الصفحة في 2017. لا لا لا، الصفحة لسه مفتوحة، هم يعني لم يتم طيها بشكل كامل. هناك مجموعة من الزوايا التي لازالت حاضرة، خاصة في مسائل التحرش ضد النساء، مسائل البوح بهذه المشاكل التي تعاني منها النساء في مختلف المجتمعات. وأخيرا مؤخرا كان فيه هاشتاج أطلق في مواقع التواصل الاجتماعي يشجع النساء على التحدث والبوح بالمشاكل التي تعرضنا لها، ليس فقط في 2017 ولكن في كل السنوات. عبد الكريم. نعم، ننتقل الآن إلى الجولة المتنوعة، فقرة غرائب وعجائب يا أمل. سلمتها. سلمت، قلت خلاص ما فيش، نتابع. فيكتوري هاوس، فندق في ساحة ليستر في العاصمة البريطانية لندن، يتيح الفرصة أمام نزلائه بتحقيق حلم النجومية وعيش تجربة المشاهير.
هلا هلا الفندق يسلم الفندق يسلم النزيل كاميرا ويطلب منه التقاط الصور لنفسه في أنحاء المدينة ليتم بعدها إعداد فيلم بالأبيض والأسود يشبه أفلام هوليوود القديمة. Excitement is building in central London, and they're all here for one special star. It's a name on the tip of everybody's tongue in London town tonight. A star who is lighting up the city wherever they go. في هذا الفندق أضفنا الكثير من اللمسات القديمة والأثرية، فترى في كل طابق هاتف قديم والكثير من المواد النحاسية. كذلك هناك صور لبريطانيا في الفترة ما بين 1950 و1960، وهو ما يصور ساحة ليستر وهي في أفضل أيامها. تبدأ تجربة صناعة الفيلم مع برنامج تعليمي، ونحن ندربهم على كيفية استخدام الكاميرا، ومن ثم نقدم لهم تمهيدا عن اللقطات التي يحتاجونها لصنع الفيلم الخاص بهم. بعدها يخرجون إلى شوارع لندن ليعبروا عن أنفسهم ويحققوا حلم النجومية الذي لطالما أرادوه. أعتقد أنه كان أمرا رائعا. لقد كان من الجيد أنهم منحونا الفرصة لتوثيق تجربتنا الخاصة في لندن من خلال كاميرا عالية الدقة. لقد كان الأمر بسيطا واحترافيا بنفس الوقت. One thing's for sure, there'll be many more magical movie moments from this star of the silver screen. From London, we bid you good night. ما رأيك عبد الكريم في فكرة فندق يتيح لك حياة النجوم في فترة قصيرة؟ لا، أنا أحيانا كثيرة تواجهني مشكلة أنه عندما أكون مرتدي بدلة وشعري قصير الناس ينادوني مستر بريزيدنت. أي فكرك أوباما. أوباما فأنت عايش التجربة قبل. عايش حياة التجربة المشاهدة. يعني زاهد في النجومية. طبعا. لا، لكنها يعني فكرة جميلة وفكرة الإبداع في تقديم الخدمات للجمهور هي فكرة جميلة جدا. نتمنى أن تنتشر ونجدها يوما ما في بلداننا في زمن ما لا نعلم متى سيأتي. هنا بالمناسبة هناك الكثير من الفنادق التاريخية في العالم العربي التي يذهب إليها بعض السياح خصيصا. هناك فنادق في القاهرة مثلا نزل فيها ملوك ورؤساء وإلى آخره. يعني هناك فندق نزل فيه يوجين إمبراطورة فرنسا يذهب إليه مخصوصا. في الجزائر هناك الفندق الذي نزل فيه كارل ماركس. ربما نحن في العالم العربي لا نهتم بهذه الأشياء. صحيح. اسمه لكنها فعلا ذات قيمة. سان جورج. وأيضا يعني ربما لا يخلو بلد عرب. هناك الفندق اللي نزل فيه مونتغومري أيضا في الإسكندرية. في يعني هناك الكثير من الأماكن التاريخية اللي عندها طبعة تاريخية جميلة ونزل فيها شخصيات معينة. أتمنى أن تتاح للجميع فرصة زيارة هذه الأماكن. بالتأكيد. انتهى وقتنا، انتهى برنامج صباح النور لهذا اليوم. لكن قبل الختام مشاهدينا نذكركم بمواعيد برامج التلفزيون العربي لهذا اليوم. عمالة الأطفال في العالم العربي، نقاش برنامج شبابيك اليوم. وقفة تحليلية للخبر الأبرز في نشرات الأخبار على مدار اليوم في برنامج للخبر بقية. وسألقى المشاهدين بعد ساعتين في نشرة لأهم وأبرز الأخبار في هذا العالم. برنامج بتوقيت مصر أيضا يرصد لكم أبرز الأحداث الاجتماعية والسياسية على الساحة المصرية. أمل بهذا تنتهي حلقتنا اليوم. شكرا للمتابعة للجمهور، ونلقاكم غدا في نفس التوقيت.
شكرا جزيلا، سعيد جدا بهذه التجربة الاستثنائية معك عبد الكريم. نتمنى لكم نهار طيب ممتع وحياة مليئة بالمسرات. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا.